يعني اول حاجه احنا هنا في منتدى الشباب. منتدى الشباب ده احد اهم الانشطه اللي بتنظمها مؤسسه طابا، وبيكمل سلسله من الانشطه اللي بتنظمها المؤسسه في مجالات مختلفه. وجميع المعلومات انا يعني بعتناها للمشاركين على التليفونات الخاصه بيهم، اللي هو الموقع الالكتروني، عشان نقدر نبص على الانشطه واحنا بنعمل ايه. فمنتدى النهارده هيناقش موضوع دور الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، تأثير المتبادل. في دلوقتي ازدياد لدور الشباب وازدياد لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من حيث تعدد المنصات، تعدد عدد الشباب، اختلاف نوعية القضايا، التأثير الإيجابي، عدد من المحاولات لاستثمار طاقات الشباب على المواقع. فبالتالي احنا النهارده مفيش رؤية مسبقة، يعني عايزين نسمع آرائكم في أكتر من موضوع، وهندير الموضوع بنظام بسيط جدا. كل واحد هيتكلم 2 أو 3 دقايق في أحد القضايا، وبعد كده هنعمل تعقيبات على القضية وهنثير موضوع تاني. وعندنا زمايلنا مشاركين معانا على زوم، فبالتالي عشان برضو يبقى عندنا عدد من المداخلات المختلفة. فيعني أنا برحب طبعا بالحبيب علي الجفري، وبشيخنا الجليل مصطفى حسني، والدكتور أيمن عبد الوهاب، وبجميع فريق منتدى طابة أو منتدى الشباب. وهنبدأ دلوقتي، وانا اول سؤال هيبقى سؤال بسيط جدا. انتوا بتعملوا ايه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بتستخدموا كام ساعة؟ بتبصوا على ايه؟ وانا هبدأ بساندي. ساندي عندها 16 سنة، فايزة بملك 19 17 فايزة بملكة جمال المراهقين والمراهقات الفترة اللي فاتت، وهي اصلا يعني مصرية اذربيجانية ونشطة في مجال المبادرات الاجتماعية. فتفضلي. لو هتكلم عن دور الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي واحنا ايه بنستفاده، فالمواقع التواصل الاجتماعي عامة زي ما انتوا كلكم عارفين فيها فروع كتير جدا، وفيها حاجات تعليمية وفيها حاجات بتفسد المجتمع، فكل شخص على حسب نيته اللي هيدور عليها. في ناس بيدخلوا على المواقع التواصل الاجتماعي بيتعرفوا على ناس علشان يتعلموا لغات، عشان يتعلموا حاجات جديدة وخبرات جديدة. وانا من تجربتي اللي فاتت في مسابقة ايسف، مسابقة اكبر مسابقة للمخترعين في العالم، المخترعين الصغار اللي هم لحد 18 سنة، وهناك من كل الجنسيات، يعني تقريبا 166 دولة. فاحنا دلوقتي كلنا لما بنتعامل مع بعض على مواقع التواصل الاجتماعي بنقدر نتعلم من بعض، بنبعت لبعض اكواد او حاجات هندسية او حاجات طبية وبنتعلم. بعتقد ان الساعة مثلا اللي بقعد فيها بتواصل معاهم بستفاد منها، على عكس الساعة اللي بتفرج فيها على انفلونسرز او بلوجرز تانيين. فمن رأيي مواقع التواصل الاجتماعي هي مهمة جدا في حياة كل انسان. طيب يعني محمد، عشان بس نغير، بتقعد كام ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم؟ يعني بتعمل ايه؟ واصحابك يعني انت وخبرات تانية؟ يعني طول ما انا صاحي تقريبا، يعني بكون قاعد على السوشيال ميديا، مثلا الواتس، مثلا بتكلم مع اصحابي، مثلا ببتدي مثلا اشوف مثلا الفيديوهات، مثلا الاخبار. دلوقتي مثلا عشان خاطر الاولمبيات وكده بكون قاعد بتابع الاولمبيات كتير جدا عليها. في بقى دلوقتي انا في منطقة شعبية اسمها منطقة الزاوية الحمراء، محافظة القاهرة. عندنا معظم الشباب اصلا يعني كل مثلا او كل تفكيرهم مثلا بيخصه على الفيسبوك مثلا او على الواتس، انا هسمع اغنيه ايه، او انا مثلا هشوف مثلا اخر اخبار الممثل مثلا سين او لعيب الكره صاد. مفيش حد مثلا عندنا بيحاول يوصل بشكل كبير جدا اللي هو يستفيد مثلا مش من الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. في برضو معظم الشباب دلوقتي بقى عندهم طموح، بدل ما كان طموحه يطلع دكتور او مهندس، بقى حلمه يطلع مثلا انا بعمل فيديوهات مثلا تيك توك. فدي مشكله يعني كبيره جدا برضو في الوعي مثلا للشباب، او الوعي مش متركز على اكتر من فئه، او متركز بس على فئه واحده بس. بتقعد كام ساعه بالظبط يعني واصحابك؟ يعني طول ما انا صاحي تقريبا، يعني طول ما انا صاحي انا اول حاجه يعني لو صاحي 18 ساعه بتقعد 18 ساعه. اول حاجه بعملها اول ما اصحى بخش مثلا على الواتس اشوف الرسائل، بعد كده اخش مثلا على الفيسبوك مثلا. ومعظم اصحابي يعتبر كده، يعني يعتبر حتى مثلا احنا في يوم ما اتقابلناش مثلا انا واصحابي عندنا جروب على الواتساب مثلا بنقعد مثلا نتكلم عليه، يعني هو بقى يعتبر حياه ثانيه يعني. طيب سهيل، ازاي بقى مواقع التواصل الاجتماعي حياه ثانيه؟ يعني وهل الحياة دي مختلفة عن الحياة اللي في الواقع؟ في اختلافات بينها؟ هل بتشغلك عن الحاجات دي ولا؟
لا هو عامة يعني بما ان هو قال ان احنا بنقعد عليها معظم الوقت فاحنا بنقعد عليها معظم الوقت فعلا، بس انا شايفاها مفيدة بصراحة مش مضرة. يعني قبل كده كان لما حد مثلا يبقى عنده مشكلة معينة كان ممكن يحس بعزلة او ان الناس كلها مش بتشاركه نفس الحاجة، لكن دلوقتي لو مشكلة سياسية مثلا موجودة في امريكا ولا في باريس كلنا هنبقى متأثرين بيها وبنتفاعل معاها، فانا شايفة ان هي حاجة دي كويسة وبتحسس الناس ان هم مش في عزلة ما، فعشان كده بيحبوا يقعدوا وقت اكتر عليها يعني. طب وتباعد يعني هل ساهمت في تباعد اجتماعي داخل الاسره الواحده لو انت قاعده عليها طول الوقت؟ اه يعني بشكل كبير. اه طيب نيفين وجهه نظر، نيفين هي يعني نشطه في مجال المناظرات وباحثه سياسيه، مواقع التواصل الاجتماعي ازاي اثرت على دور الاسره والشباب، العلاقه بين الشباب داخل الاسره الواحده وبينهم وبين بعض؟ طيب هو انا عندي تساؤل الحقيقه، هل وسائل التواصل الاجتماعي كانت أداة كاشفة ولا هي كانت السبب الرئيسي؟ ما هو كان ممكن يكون في تباعد أصلا في الأسر قبل ما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي، وبس الوسائل أظهرت لنا إنه ما بقيناش نقعد مع بعض أو ما بقيناش واخدين بالنا من حاجات بعض أو بنعرف حاجات عن بعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فلو ببساطة هنوصف في وسائل التواصل الاجتماعي فهي أداة زي السلاح، أي سلاح تاني في إيدينا ذو حدين، بنستخدمه بالطريقة اللي احنا عايزين نستخدمه بيها، هو أداة في كل الأحوال، أداة ساعدت ناس كتير انهم يعبروا عن رأيهم وياخدوا حقوقهم ويوصلوا ويكتبوا ويتعلموا ويتعلموا حاجات كتير جدا، وهي نفس الأداة اللي في وقت من الأوقات استخدموها أصحاب الفكر المتطرف علشان كمان ينشروا فكرهم. فأنا بشوف ان احنا كشباب بنستخدم الوعي او يعني بناخد من وعينا الطريقه اللي ينفع نستخدم بيها السلاح ده والطريقه اللي ينفع نشارك بيها السلاح ده مع الاخرين كمان، علشان لو في يوم من الايام بقينا ابهات وامهات ازاي ولادنا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع فئتهم العمريه، بما يتناسب مع تفكيرهم ووعيهم، يبني بس ما يهدش، يبني بس ما ينحرفش. دي وجهة نظري. هل بتساهم في التباعد؟ زي ما قلت هو سلاح، في ناس قربت من بعض، عرفنا نكلم خلالنا اللي في دول تانية وعرفنا نشوفهم وعرفنا نتواصل معاهم، وهي اللي خلتنا طول وقت منطويين وقاعدين في اوضتنا وما بنتكلمش مع حد وما بنعرفش ايه اللي بيحصل معانا وبنسمع من اخواتنا على الفيسبوك وعلى الواتساب وهكذا. فدي وجهة نظري في الموضوع. شكرا نيفين. آية لو احنا يعني ايه اولوياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني لو كل يوم بتخش مواقع التواصل الاجتماعي بتبصي على ايه؟ وهل ده بيختلف داخل العيله الواحده بين اجيال شباب مختلفه؟ يعني لو واحد عنده 14 سنه، واحد عنده 20، واحد عنده 29، واحد عنده 40، فاشرحي لنا كده خلفيتك. طيب خليني بس ابدا بالجزء اللي هو ان فعلا التواصل الاجتماعي عموما خلى العالم قريه صغيره جدا، فده بيعتمد على الشخصيه اللي بتستخدمه. هو فعلا سلاح ذو حدين، ممكن استخدمه انا بالجزء الايجابي ممكن استخدمه بالجزء السلبي، بس ده ما يمنعش برضو ان سلبيات الموضوع ده وخصوصا في يعني حاجات زي الاختراق مثلا والانتهاك الخصوصيه، ده بقى للاسف بقى موجود بشكل واسع وكبير قوي، غير كمان التوجهات ان ممكن عن طريقه بيحصل قنبله موقوته سواء بقى توجهات سياسية دينية ايا كان. بالنسبة لي انا لا طبعا، يعني زي ما بقول لك هي بتختلف من حد للتاني. انا مثلا عشان خاطر شغلي فانا بتواصل مع منظمات خارجية. طب عرفينا بنفسك يعني. طيب انا منسقة برنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوى، ده وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الدكتورة نيفين قباش وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر. فده بيتطلب مننا ان احنا لازم بنتواصل مش بس على الجزء المحلي في مصر، لا الاقليمي والدولي. فده بالنسبه لنا للانترنت عموما لا وسيله ايجابيه جدا، لكن ده ما يمنعش ان هو في جزء سلبي ممكن مش ليا بقى، للسن الاصغر او الاكبر على حسب هو اهتماماته ايه، اولوياته ايه، مجالاته ايه، وعيه ادراكه، يعني بيتحدد عن طبعا عن طريق اكتر من حاجه. طيب هي شكرا يا ايه. العفو يا دكتور. هي استاذ هي كلمت على عدد من المخاطر اللي يعني الفرص الايجابيه والمخاطر السلبيه، انت رايك ايه اهم الفرص واهم المخاطر لو بنعمل تحليل بسيط كده؟
السلام عليكم. أولا أسف على التأخير، أنا اسمي هشام عفيفي، مخرج وصانع محتوى. يعني يعني صعب أوي نحصر فكرة يعني مخاطر أو حاجة. يعني أنا بحس إن إحنا بنتكلم الموضوع بشكل سهل حصره، وهو في نفس الوقت هو عامل زي إيه، زي ما بتقول فوائد وأضرار المية مثلا. أنا بحس إنه تحس إن السوشيال ميديا بقت زي ما قلت سوزان بين، هو أداة واسعة التعامل فيها جدا جدا، وليها أكثر من بحور يعني. فأعتقد إنه صعب نحدد فيها بشكل، هيبقى شيء سطحي جدا يعني. إحنا لو حددنا سلبيات أو إيجابيات في حاجة زي كده يعني، فأنا بعتز إن أنا ما أقدرش. لا بيأثر عليك زي في شغلك؟ في شغل أنا عن نفسي معظم تضييع وقت على السوشيال ميديا، إن أنا بحب أقعد أدرس الناس عامة، أدرس شركاتهم، أدرس تأثير الالجوريزم اللي بيعمله مثلا السوشيال ميديا على الناس. يعني الموضوع أصله يعني لو تلاحظوا الفترة الأخيرة دي، فكرة مثلا إيه الأخبار بتاعت زوجة تقتل زوجها ومش عارف إيه والحاجات دي كلها، الأخبار دي كانت موجودة من زمان جدا وموجودة كتير، بس دلوقتي عشان في ناس كتير ربنا يسامحهم، في ناس كتير أنا بسميهم لفظ مش كويس، مش عارف بسميهم عبدة الترافيك يعني، مش قصدي بأي شكل ديني يعني، ولكن إيه في ناس طبعا مطلوب منها تارجت في الترافيك بتاعها، إنها تجيب ترافيك في السوشيال ميديا أو الأخبار وكده، فما بيصدق إليه موجة طالعة فبيزود مثلا، بيسلط الضوء على كده، فالناس تفتكر إنه إيه ده المرة واحدة الستات كلها بقت تقتل جوازاتها مثلا، والناس تستخدم السكينة والكلام ده كله. فده أحد تأثير مثلا الألجوريزم بتاع التواصل بتاع السوشيال ميديا، والتأثير الناس اللي عندهم نوعا ما تحكم في الأخبار، تحكم في الحاجة كده، هو عايز ترافيك، عايز يظهر في الترند. فتلاقي مثلا ده ممكن بطريقة لا واعية ينشر واحدة واحدة سلوك العنف، في فكرة إنه إيه ده المجتمع كله بقى كده، فاهم ازاي؟ فانا طول حياتي قاعد بدرس في الناس وازاي اللي بيأثر عليهم، ولما بفهم مثلا مشكلاتهم عامله ازاي، عشان لما اجي اعمل محتوى معين ممكن اعرف اعالجه بطريقه عامله ازاي، ريفرس سايكولوجي يعني، او مثلا ازاي اخاطبه بنفس لغه اللي هو عايز يدركها بشكل ما. ف يعني ده في ماي كيس يا بس دي حاجه معقده شويه. استاذ وائل، برضو بتستخدم مواقع السوشيال ميديا ازاي في شغلك وعرفنا بنفسك؟ وائل الشريف، عضو مجلس اداره مؤسسه السنه مصر، امين شباب الجيزه، امين مساعد عن حزب مستقبل الوطن، وعضو مجلس اداره الغرفه التجاريه. كل سنه وانتم طيبين. السوشيال ميديا دي يعني الكرة الأرضية كلها في مكان واحد. أولا ليه عدة استخدامات، كل واحد بيدخل يشوف هو محتاج إيه في السوشيال ميديا. الفيسبوك أولا، أنت إحنا دلوقتي لو نتكلم، أنا مثلا لو عايز أشتري موبايل بشوف الفيس، بعد ساعتين ثلاثة بيقترح لي مواقع كتير، ان موبايلات بشركات متعددة، عايز اشتري جهاز جيم مثلا، سماعة، اي حاجة. دلوقتي حتى كمان ما بقيش اخباري بس فقط، في تجاري. الاخبار دلوقتي كمان في مشكلة، الفيس او الميديا بشكل عام يعني بيت فيها حاجات مضللة كتيرة جدا، الاخبار بتنقل بسرعه كبيره جدا، الصور الكوميكس اللي بتتعمل بيبقى ليها اهداف، مش كلها بناخدها ككوميكس وان احنا بنضحك وان احنا بنهزر، بما انه احنا شعب مصري يعني بنحب الكوميكس وبنحب نضحك، فمش كل حاجه بتبقى الهدف منها الضحك، الهدف منها رساله احنا بنوصلها مثلا للشباب بشكل او باخر، بيبقى فيه توجه، في صور كرتونيه للاطفال سواء سيئه او ايجابيه او ايا كانت، فليها اثر على المجتمع بشكل عام. السوشيال ميديا يعني كيان كبير، كل واحد بيدخله بيلاقي اللي هو محتاجه فيه، سواء لو عايز في صفحات دينيه، في صفحات اخباريه، في كل حاجه انت محتاجاها، بس طبعا كل واحد بيوظف الصفحه بتاعته لهدف معين. ممكن الاقي صفحه فيها 100 خبر كويس وخبر واحد وحش، وهو ده المقصود ان نوصله للمجتمع، انه خلاص احنا اخذنا المصداقيه ان الصفحه دي او الموقع ده
موقع كويس وبين الاخبار وفي مصداقية في كلامه، تيجي من وسط ال100 خبر دول خبر واحد بس هو ده المستهدف بيه اصلا انشاء الموقع كله. ففي حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه كتيره جدا. لازم بيكون في رقابه كمان يا فندم. احنا التجاره دلوقتي بقت كتيره جدا عن طريق الفيسبوك، مفيش رقابه عليها. المواقع دي اصلا تويتر فيسبوك، امريكا في الفتره الاخيره فرضت عليها ضرائب. احنا دلوقتي في مصر مش مفيش اي ضرائب عليها، كميه التجاره مليارات. طبعا مفيش رقابه لانه اصلا سيادتك اللي بيروح اللي بره، احنا كمجتمع مش مستفيدين. طبعا احنا كمجتمع مش مستفيدين منه بشكل عام يعني. شكرا يا فندم. زميلنا يعني انا عايز برضو تعقيب حضرتك على بتعمل ايه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا الجوله الاولى بنسال اسئله عامه وبعد كده نسال اسئله متعمقه. شكرا ليك. انا محمد خميس، يعني انا مهندس كهرباء وبشتغل برضو في الكتابه. بالنسبة لي استخدام مواقع التواصل استخدام شخصي، حتى الحاجات البابليك كده بالنسبة لي انا بعملها لأهداف شخصية، وبالتالي انا ما بعرفش قوي اقيم الوضع بشكل اوبجكتيف يعني. بس لو هقول رأيي يعني ان هي هتبقى حاجة برضو ليها مميزاتها وليها عيوبها، يعني هتبقى الكلام اللي هو العادي ده. بس انا بشكل شخصي بدأت استخدمها بشكل بابليك لأغراض شخصية جدا، ان انا مثلا بحب اعرف الناس بتفكر ازاي، او بالذات بعد ثورة 2011 لما اكتشفت ان المجتمع فيه تنوعات كتيرة وفي افكار كتيرة وفي طيارات كتيرة، فبقيت مهتم جدا ان انا اشوف الناس بتفكر ازاي. فقعدت فترة براقب كده بشوف، وبعد كده قررت ان انا طب what if I share my thoughts انا كمان بقى يعني، وابدأ اوري الناس انا بفكر ازاي وشوفت تأثيره عليهم ايه وتأثيره علي انا ايه والكلام ده. فبس فالموضوع كان دايما انا يعني في مقولة بحبها دايما يقولك تسلق قمة العالم كي ترى العالم وليس لكي تظهر نفسك للعالم يعني. فانا بحب ده يعني، بحب اكون في بوزيشن يخليني اشوف الناس اكتر. فكرة بقى الناس تشوفني هي كده كده بتحصل، بس you can't help it يعني بس. فده ده استخدامي بشكل شخصي يعني. طيب يعني احنا كده بنعمل كده كذا جولة، فالجولة الاولى كده يعني اطار عام للنقاش على دور مواقع التواصل الاجتماعي. سهيلة قول لنا ايه اكتر مواقع التواصل الاجتماعي بتخش عليها؟ عندنا شبكات كتيرة جدا، وقول لنا ايه الفرق بينهم في وجهة نظرك. يعني انا بشكل شخصي بحب استعمل فيسبوك، بس انا شايفه ان اكتر حاجه مؤثره وبالذات في اي مشكله او اي موضوع هو تويتر علشان الهاشتاجات. فلما بيبقى في اي مشكله او حاجه دايما بيتحسب المشكله ديت كان ليها تاثير او لا بنسبه الهاشتاج. لكن فيسبوك ما بيبقاش فيه الموضوع ده، بس بيبقى فيه مناقشات، الناس بيبقى عندها استعداد انها تقرا بوست طويل او حاجات زي كده. دلوقتي بقى كلوب هاوس بقى ايه بديل تاني لفيسبوك. فيعني انا مثلا دخلت على رومز بتتكلم عن السينما مثلا وعن الافلام وناس كانوا بيدخلوا عليها مهتمين جدا بمجال السينما، وناس تانيين مثلا كانوا بيعملوا رومز عن السياسه. فده بصراحه انا شايفه ان ده ابلكيشن عظيم من وجهه نظري، يعني بيخلي ان كل واحد يدخل الحاجه اللي هو حبيبها قوي، بيسمع بقى ناس ليهم يعني ناس مهمة في المجال ده. يعني فيسبوك ممكن اي حد يكتب اي حاجة والناس بقى تتأثر بيه لو كلامه مثلا بيدخل على العواطف قوي او بيشد انتباهك. لكن كلوب هاوس مثلا في مخرج مثلا مهم، يعني كنت داخلة في روم كان فيها مثلا خالد يوسف واسمه ايه ده عمرو سلامة، ايوه، وبرضو نفس الكلام على الحاجات الدينية. فانا بالنسبة لي هو فيسبوك وكلوب هاوس. طيب نيفين نشطة جدا على كلاب هاوس وبتدير عدد من الحوارات بين الشباب. رأيك ليش بيستخدم كلاب هاوس وبيستخدمه فيه، وهل هو مختلف عن مواقع التواصل الاجتماعي التانية سواء بقى من حيث المزايا او من حيث انماط التفاعل؟ طيب الحقيقة لانه انا بشتغل باحثة سياسية ومديرة مشروعات في مؤسسة اسمها قابس بالنور، فمن اول ما بدأ كلاب هاوس ينزل على الساحة انا كنت متابع جيد يعني، وكان يعني حظي انه كان معايا ايفون، فابتديت من اول ما الكلوب هاوس انطلق وبدات الناس تحمله في مصر.
البداية كانت بداية طبيعية جدا لأي أبليكيشن. يعني لو هنحلل الموضوع سريعا، الناس بدأت تستخدم أوبشن جديد بيخلينا نتكلم والناس تسمعنا، فده كان عامل جاذب جدا للشباب وقتها إنه أنا بتكلم. في الأول كنت بكتب، مفيش رد فعل، ما باخدش حاجة، الصوت بيبين جزء من أفعال، يعني جزء من مشاعرنا ومكوناتنا الداخلية، فكان الصوت مهم قوي، وده اللي لعب عليه الابليكيشن. الحاجة التانية اللي لعب عليها الابليكيشن هي انه تصدير الابليكيشن منصة لأصحاب الأعمال المهمة أو للمتخصصين، فدي كمان النقطة التانية اللي الابليكيشن صدر نفسه بيها للشباب، انك هتدخل جوه هتبقى في روم بتسمع فيها لمجموعة من الخبراء، فالروم بتعلن عن نفسها، اصل احنا النهاردة عندنا فلان وفلان وفلان وفلان، وتعالى اسمع وشاركهم بالاسئلة. ففكرة ان انا اسأل، وده مثلا احد الرومز اللي انا دخلت عليها سريعا، فكرة ان انا اسأل ابلة فهيتة، رغم انه ابلة فهيتة دي حاجة ما حدش فينا مش طبق، يعني مش موجودة، ده حد تعليق صوتي يعني، بس فكرة ان انا اسأل ابلة فهيتة دي كانت حاجة يعني واو. فده الميكانيزم اللي لعب بيه الابليكيشن ده على الشباب. ايه طبيعة الابليكيشن؟ الابليكيشن اتجر في البداية للمواضيع السياسية زيه زي اي ابليكيشن اتحط بشكل سريع، اللي هو هنعمل من خلاله التغيير وهنشده ناحية التغير السياسي، ولكن سريعا بدأت المجالات الاخرى تدخل في الساحة، فكانوا اول ناس استخدموه بشكل سريع جدا وصدروا نفسهم فيه هم السياسيين، ثم انطلق أصحاب الأعمال الفنية والموسيقية والسينما والمسرح والدينيين، وبدأت جروبات تتكون على أساس عرقي وديني ونوع، وكل الأشكال دي بقت موجودة دلوقتي على كلاب هاوس. أنا بشوف إنه كلاب هاوس طريقة لإيصال الصوت ما بين الطبقات المختلفة على أعمارها المختلفة. أنا مبسوطة جدا إنه السياسيين وكبار العلماء وبيشاركوا وبيعملوا رومز وبياخدوا ده، لأنه فرصة كبيرة إن إحنا نسمعهم، وإن هما كمان يسمعونا بأفكارنا البسيطة اللي لسه يدوب بتتكون وبتطلع على الساحة. الحاجة التانية إنه كلاب هاوس طول الوقت فيه ميزانين، الرأي والرأي الآخر. يعني لو حضراتكم بتتابعوا هتلاقوا روم بيعملها فلان، وناس تانية تروح طالعة تقول الروم دي رد على الروم الفلانية، فاللي هو ايه اللي هنا لاقي واللي هنا لاقي. وانه انا بشوف انه هي زودت فن المناظرات، انا مدرب مناظرات دولي، فانا بشوف ان هي طلعت مهارة جديدة للتفاوض، فكرة ان احنا عمالين نتكلم ونرد على بعض، ولكن للأسف لأحيان كتير هي بتطلع من كونها أداة للحوار والنقاش لكونها أداة للجدال اللي هو بيحمل بعض القيم اللي مش كويسة. فعشان كده بحس انه لا، احنا محتاجين طول الوقت نعرف الناس انه إدارة الحوار ليها مبادئ، وانه إدارة الحوار محتاجة شفافية ومحتاجة أمانة ومحتاجة مساواة علشان كل الناس تشارك وتسمع، محتاجة الثقة ان انت بتقول الحق وانا سمعك وواثق ان انت بتقول لي الحاجة الحقيقية، مش بتضحك عليا ولا بتوجهني. يعني اعتقد في رومز وفي مجموعات ظهرت دلوقتي على كلاب هاوس بتاخد الناحية ناحية حاجات جديدة، زي مجموعة سند مصر، ودي يعني انا يعني كنت شاركت معاهم في ادارة كذا حوار، قدروا يحولوا كمان الموضوع من كونه نقاشات لكونه أداة تعليمية، فبدأوا يدوا كورسات وبدأوا يعملوا أنشطة وبدأوا يعملوا دورات تدريبية للشباب بهدف تثقيفهم وتوعيتهم. فالحقيقة حسيت ان هو نموذج ناجح. شكرا لك. ساندي، تستخدمي أنهي تطبيق اجتماعي؟ يعني فيسبوك، تويتر، ولا في تطبيقات بتستخدميها؟ وهل في فرق بيننا وبين أذربيجان في استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي؟ هو انا علشان ملك جمال مصر، فطبيعي لازم استخدم كل شبكات التواصل الاجتماعي. من ساعة ما تعينت باللقب ده بدأت استخدم اللقب في اني اوعي الاصدقاء اللي في عمري عن طريق التواصل الاجتماعي، فاستخدمت تقريبا كل المواقع، تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك، وبدخل عليهم كلهم. هو بصراحة أنا لسه جديدة على كلاب هاوس عشان
لسه ما دخلتوش كتير، ممكن مرة او مرتين لسه ما تعودتش عليه. بس يعني انا لسه فاتحة من قريب صفحة مع النحمي بيئتنا والحاجات دي كلها، ودايما بحاول اوصل للناس اللي في سني بنفس طريقة انا هفهمها. يعني بنلاقي سياسيين كتير بيتكلموا بكلام صعب جدا مش هنفهمه يعني بصراحة، بكلام يستخدموا مفاهيم صعبة، كلام مجعلص كده زي الحقيقة جافل بيقول بالظبط. بس فبحاول ابسط ده على قد ما اقدر، وعلى قد ما انا بفهم بفهم صحابي يعني، عشان بعتبرهم كلهم صحابي. غير كده في اذربيجان ممكن نتكلم ان هم علشان دولة يعتبر اوروبية شوية او ليها انحياز اوروبي، فهم الشباب هناك مهتمين اكتر بالفاشن اكتر من الحاجات التانية. حتى البيئة والحاجات دي برضو حصل عندهم اهتمام كبير جدا، يعني دي ممكن تكون رقم 2 رانكت عندهم. بس عامة السوشيال ميديا دلوقتي ما بقتش تفرق من دولة لدولة كتير، كل الشباب بقوا متعلقين بيها، ودي قوة هائلة السوشيال ميديا. يعني اللي يقدر يتحكم فيها ويتحكم في الشباب عن طريقة غير مباشرة من غير ما يدفع حتى، وطريقة كويسة للتسويق طبعا. طب في ناس بتقول ان تيك توك بيتم استخدامه في الشريحة العمرية الاقل، يعني اقل من 18 سنة، من 12 13 وكمان من 4 سنين و5 سنين. في الشريحة العمرية بتاعتك نسبة استخدام التيك توك قد ايه؟ يعني تخيلك. انا عندي على التيك توك تقريبا 150 الف متابع، هو انا عارفة ده مش كتير بس لسه مجمعه في كام شهر. هتتحزني كده. لا من رأيي يعني، هو مش من رأيي، هو على حسب الاناليتكس عندي، معظم الشباب الموجودين عندي هم من سن 10 سنين لحد 25، واللي هي فئة الشباب، و 55% اناث والباقي ذكور. بس بيبقى في حاجات كتير على تيك توك انا مش بتعجبني، وفي 2 فيرجن من تيك توك، في للاطفال تحت سن 13 سنه وفي فوق ال 13 سنه. فيعني هناك بنلاقي حاجات تعليميه كتير، يعني انا مثلا بتابع حضرتك على التيك توك فدايما بتعلم وبحب اشوف الحاجات الجديده، وبستخدم الاستراتيجيات لما الاقي فيديو راح فايرل خلاص بشوف هو ازاي راح كده وازاي نقدر نوصل المعلومه الكويسه. من امبارح لسه عملت فيديو عن سد النهضه على الترند الجديد، بس فهو جاب مشاهدات عاليه، بحس انه وصل لناس كتير بسبب طريقه التوصيل. بس الفيديوهات بقى، يعني انت منتج محتوى، هل في فرق في انتاج المحتوى من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه ولا بتختلف من شخص لشخص؟ يعني بيستخدموها ازاي؟ خلينا نقول كده من خلال الملاحظه اللي بعملها، يعني انه هي تطورت طبعا، من كانت الاول يوتيوب كان مسيطر، بعد كده ظهر انستغرام برضو خد من شويه من اليوتيوب، وتيك توك طبعا هو مسيطر بشكل كبير دلوقتي. وبالمناسبه الاناليتكس بتاعت التيك توك ما تعبرش عن الحقيقه قوي، يعني انت لو شفت شباب صغير عنده 5 سنين مثلا هتلاقيه بتصور فيديو بتغني مع الاغنيه اللي في اي فرح او حاجه كده، بتلاقيهم متعايشين بشكل قوي جدا، ان هو مش شرط الاطفال هيخش يعملوا بيانات انه انا 5 سنين او حاجه زي كده طبعا، ف ف ف, ف, ف احصائياتهم مش قويه قوي. طبعا التقسيمه بتاعت البلاد سبيسيفيك للبلاد العربيه يعني مختلفه جدا، يعني زي مثلا ما تلاقيش دول الخليج بتستخدم فيسبوك مثلا، حبوا مثلا، وفي مثلا سناب شات في دول الخليج منتشر جدا رغم ان هو ميت جدا في مصر، فاهم ازاي؟ كلاب هاوس للاسف هو بيموت دلوقتي جدا جدا، يعني انا عارف ان هو في رومات على عكس، بالنسبه انا عندي بتاع 115 الف فولور على كلاب هاوس، بس انا بعته من الاول لغايه ما وصل لمرحله هو يعتبر مات، لانه وهيستبدل بالفيسبوك التكنولوجي اللي هتيجي، كان مارك جربها قريب جدا يعني هتيجي على فيسبوك هتبقى موجة تانية برضو، وهتبقى داخلين على ايام سودة يعني. لان هي فعلا بتسمعك دايفيرست كبيرة جدا ما تعرفش تسيطر عليها. هو طبعا وكمان الفيسبوك هيبقى زي الكلاب هاوس بالظبط، يعني صاروا بنفس السيستم بالظبط، بس ميزة اصلا اللي نشر فيسبوك من بداية حياته فكرة ان انت السليبرتي او اي حد عنده شهرة او حاجة ده سهل التواصل معاه فيس تو فيس كده، او تعرف تبعت له رسالة او تعرف تشوف اخباره صريحة، كان ده سبب انتشار فيسبوك، لو عشان كده كلنا دخلنا عليه وكلنا عملنا اللي عمل بيجز اللي عمل كان اسمها فان زمان ما كانتش لايك. فتلاقي
تقسيمة السكان مثلا زي ما بقول لك سناب شات في الخليج مسيطر بشكل قوي جدا، فتلاقي ناس بتكريت اكتر في السناب شات فيديوهات، فاهم ازاي؟ عندنا برضو تيك توك بقى مسيطر بشكل كبير مؤخرا. فيسبوك قبل الثورة ما كانش عامل اي حاجة بسببين، بسبب ان احنا ما عندناش البنية التحتية اللي تخليك، ما كانش الموبايلات منتشرة بسهولة، ما كانش فيها الاكسسبيليتي بتاعت الموبايل. دلوقتي مثلا تلاقي موبايل فيه امكانيات عظيمة جدا ب 1000 جنيه مثلا، فايه سهل الناس تجيبه وتخش عليه. فلما حصلت الثورة الناس بقت تشوف ايه، تعالوا نشوف ايه الفيسبوك ده، يعني ايه القوه اللي كانت عنده اللي خلت حدث كبير زي ده يحصل. فبتدي نخش ساعتها الاباء والامهات دخلوا بقى يخشوا ايه بقى. كان زمان المسيطر قوي على الميديا لو حد يفتكر، مش مسنج ده وسيله تواصل بس، كان زمان كان في الايميلات، كان في ايميلات لا ايه مش الايميلات بقى اللي قصدي نتواصل فيها، كان الايميلات اللي بتجيلك على الميل يقول لك مثلا شاهد ماذا حدث مش عارف ايه، هل تعلم ان الاندومي فيها سرطان والحاجات دي كلها. فكان دي ساعتها كان اللي هي دلوقتي بقى حاليا بقت الواتساب. بالمناسبه تلاقي ماما ممكن تجيلك تقول لك ايه على الواتساب بيقولوا ان الفاكسين الجديد فيه مش عارف ايه، جبت المعلومه منها هم من الواتساب عمتي طنطمونا بعد تاني، فاهم ازاي؟ فده مصدر اخبارهم. ده زمان كان بتيجي ايميلات على في بقى جروبات على جروبات ابو نواف والحاجات دي كلها لو حد فاكر، يعني الحاجات دي قديمه شويه، فكان فيها برضو الاخبار المغلطه دي. ففيسبوك عشان الناس عرفت قد ايه هو مؤثر وعمل حدث كبير كده في مصر منتشر جدا، دول الخليج صعب تشارك. انت فيسبوك بتشارك دايما صورك وصور عيلتك والحاجات دي، دول الخليج سياستها صعبه جدا ان انت كثقافه شعب يعني ان هو ينشر صوره بيته واهله والكلام ده كله ومشاركاته، الناس تعرف مين صحابه ومين مش صحابه في فيسبوك. عشان كده مثلا تويتر في الخليج منتشر بشكل اقوى من مصر. ليه؟ لانه انا في الاول وفي الاخر ارتباطي معاك مجرد كلام كتبته تويتر كتبتها بتاع كده. كان في زمان حاجه اسمها كيك، كان زمان قوي، وكان البلاك بيري كان اسمه، كان في بن كده بي بي ام والحاجات دي كلها. كان فكل حته في الوطن عندنا، دي دراستي على الوطن يعني، ليها محتوى يوصل بطريقه معينه. عشان كده مثلا انا كنت بدات في 2009 كنت بدات يوتيوب. الايه؟ ما هو الاهتمامات دي مبنيه على ثقافه الناس بتتعامل معاها ازاي؟ يعني انا مثلا عملت مثلا فيديو على فيسبوك. خلينا نتصدر كمان، لانه مثلا لان انستجرام بيدي امان شويه فكره الصور عن فيسبوك، فبنستخدمه في الستات في الخليج بيستخدموه اكتر. سناب شات نفس الحكايه، لكن فيسبوك منتشر عنه فكره قوي انتهاك الخصوصيه، فالستات في الخليج ما بيستخدموش. ودول يعني دي استراتيجي كنا اشتغلنا عليها فتره من الفترات، في انه ازاي نتكلم مع الستات في الخليج وازاي نوفر لهم او نوعيهم عن سبل الامان، ودي كانت الانطباعات اللي بتطلع منهم. هتفق معاكي في جزء صغير، للاسف جزء صغير. ليه؟ هو انستجرام اصلا بيدي بسبب الالجوريزم بتاعته، بسبب يعني انا لو انا ابلكيشن عندي اي اي، الاي اي بتاعي بيقعد يدرس سلوكيات الناس واشوفه. عشان كده لما تعوز موبايل بيعرف ساعات، ممكن تفكر ان انت عايز موبايل وتلاقيه بعد ساعتين تلاقيه. ليه؟ لان هو عمال يدرس سلوكياتك ويبني عليها ببناء تراكمي بالذكاء الاصطناعي بتاعه عشان يتوقع سلوكياتك اللي جاي. فانستجرام عمل ايه لما عايز يصنف نفسه في طريقه معينه؟ عايز يصنف نفسه ان هو الحياه الراقيه الفاني اللذيذه اللي فيها كل حاجه. فهو مش فكره انه في امان، انا مختلف معاك في الفكره دي. هي فكره ان انت عايز تنتسب للمجتمع المبسوط اللي بيعمل كذا 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 كذا، فانا واحد من دول ان انا اقدر اكون واحد. يعني هو بيلعب على حته نفسيه سيئه جدا. عشان كده دايما في دراسه اتعملت على انه انستغرام من احد مسببات الكآبه وتقليل السعاده عند ناس كتير، لان انت على طول شايف الحياه البيرفكت قدامك في الستوريز وفي الصور، وتلاقي احسن صور عندك هي اللي نازله على انستغرام، وتلاقي عكس فيسبوك مثلا بتكتب بقى ان اخوانا انا عايز حلاق في مدينه نصر وبتاع، بتبقى الموضوع هو طبعا في اختلاف مش لازم نتفق على كل حاجه. انا بس عايز يعني كل واحد بس يعلي يستخدم يقرب المايك عشان بس الناس تسمع كويس. وائل انت من سوهاج، يعني كلمنا كده، هل الشباب الصعيدي بيختلف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن باقي اماكن الجمهوريه؟ يعني زمان انا بتكلم على انه في اختلاف بين الاماكن وخلفيه اجتماعيه مختلفه، من خبرتك كده وقعدتك في سواق فتره طويله. هو لا طبعا اهلي بس ارفع المايك. هو بص زي ما احنا المايك وين ما يشرف، هو زي ما احنا اتكلمنا من شويه والزملاء تفضلوا، انه الاهتمامات مختلفه
في كل مكان، هي البيئة أو المجتمع تمام هو بيأثر يعني في الفرد زي ما بنقول. مثلا هنا مثلا زي ما اتفضلت استاذه قالت لك في مجتمع مهتم بالفاشن خلاص يعني عايز موضه كده، في مجتمع مهتم بالاخبار يعني في الصعيد تلاقي مثلا لا في مشكله واحد طرحها يعني زي مثلا كانت الفتره الاخيره وزاره التضامن الاجتماعي كانت عامله مكافحه الادمان، محافظه سوهاج كانت من اعلى المحافظات تمام في التعاطي المخدرات، دي حاجه كارثه بالنسبه لنا انا كصعيدي اشوفها ان دي كارثه. احنا ازاي الصعيد مجتمع محافظ وبيئه محافظه ازاي يوصل للمرحله دي؟ طب انتشر ده ازاي وسط شباب؟ شباب يعني الصعيد بيتميز عن باقي الجمهوريه بالقبليه والترابط القبلي، وتلاقي مثلا ده ابن خالتي من العيله الفلانيه، ده ابن عمتي، ده ابن عمي، فلا دي كارثه. فتلاقي موضوع زي ده تلاقي حاز على اهتمام الصعيد بشكل عام. في الفتره الاخيره برضو تلاقي الشباب مهتمه بالقضايا اللي هي مثلا زي الصقر في الصعيد، الشباب كتير اللي هي اتعلمت وثقفت شافت الميديا وسافرت عن طريق الانترنت لكل بلاد العالم وكده، وشافت يقول لك لا احنا عندنا ازمه ان احنا عايشين في قصه الطار والقتل والسلاح والثروات اللي بتضيع وانه الناس تفضل متربصه لبعضها. فتلاقي الشباب دلوقتي في كل مكان على حسب اهتمامات المجتمع. مثلا هنا في الجيزه مثلا تلاقي لا احنا دلوقتي مثلا في مشروع في بنيه تحتيه احنا عايزين نطور كذا، عايزين كل مجتمع ليه اهتمامات مختلفه. في الصعيد الشباب هناك مثلا يغلب عليها مثلا الطابع الصوفي، في مثلا احتفاليه في سيد عبد الرحيم القنائي تلاقي مثلا منتشره على الفيس والشباب بتهني وكده، المناسبات اكتر بتغلب على الطابع هناك الحاجه العامه، مناسبات دينيه مناسبات ثقافيه، تلاقي مثلا فرح عزاء، لانه مجتمع اصلا يعني ما تلاقيش مثلا الفاشن ده من اخر اهتماماته. في كل مجتمع هو اللي بيغلب عليه طبيعته هي اللي بتغلب على اهتمام الفرد فيه. دايما زي ما قلنا قاعده قديمه البيئه تؤثر في الفرد. شكرا. شيخ مصطفى يعني مش هنعمل مداخله، هنعمل مداخلات بسيطه. رايك البيئه بتاثر ازاي على الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني هل في اختلاف بين المحافظات، اختلاف بين الدول من واقع الناس اللي هي بتتفاعل معك؟ والله انا بشوف ان الفيسبوك ده شارع، والشارع ده يا اما بيملكك يا اما انت بتملكه. فبتصور ان الشخص اللي داخل على الفيسبوك عموما او السوشيال ميديا لو مقرر هو داخل يعمل ايه كأنه بيرتب هو المحلات اللي هيخشها، فبيتمشى بوعي. لو هو ما عندوش وعي وهو بيفتح السوشيال ميديا هيمشي على حسب ترتيب الشارع اللي يطلع له، ايا كان المكان اللي هو فيه ثقافته او البلد اللي هو فيه اكيد بتاثر. فهي القضيه مش في المكان اللي موجود فيه البني ادم، القضيه في الدافع اللي انا بفتح بيه السوشيال ميديا. تيك توك اغلب اللي بيخشوا عليه بيخش بهدف المتعه، سواء لو كان بيشتغل جامد جدا عايز يفضي دماغه، او لو حد عايز يسلي وقت لو عندوش حاجه بيعملها فبيسكرول كده بس، فهو مش متحكم في اي حاجه خالص. يمكن الفيسبوك شويه بعد شويه كل واحد بينظم الشارع بتاعه، يبدا يحط اولويات. الفيسبوك مديك الافضليه اللي هي الفيفوريت، مين اللي يظهر لي. ف بشوف ان هي القضيه مش المجتمع، القضيه انا داخل اصلا بعمل ايه، هياثر عليا لو انا ما عنديش وعي. الشارع هياخدني في اي مكان. دكتور ايمن، نزود الوعي ازاي في الشارع ده بين الشباب؟ انا بتكلم عن الناشئ والشباب بصوره اصليه. يعني بشكل سريع انا بتصور ان احنا ما نقدرش نقدم روشته، لانه احنا برضو بنتكلم على الشباب كتله كبيره مش متجانسه، فبالتالي هي درجه الوعي ودرجه ادراك الوعي نفسه. يعني هنا فكره انه ممكن الواحد يبقى عنده
قدر من المعارف تخليه يختار، لكن فكرة إدراك إن هو بيستهدف شيء محدد ده ربما اللي بتحدد فكرة الاختيار وفكرة الانتقاء. لكن السؤال هو شرائح، يعني أتمنى أن شبابنا أن يقولوا لي الشباب اللي مش متعلم وبيخش بياخد المستويات الاجتماعية. أنا متفق طبعا مع اللي طرحه أنه البيئة حاكمة، لكن كمان في مصر بقت المسألة صعبة قوي أن احنا نقول أنه محافظة الجيزة، محافظة الجيزة دي فيها 4-5-6 مستويات، سواء يعني على التعليم أو الثقافة أو إنها ريف أو إنها حضر، يعني محافظة واحدة متنوعة في الحقيقة. فهنا درجة التنوع ده من خلال خبراتكم انتوا شايفينها ازاي؟ انا مش عايزين احنا نتكلم النهارده احنا درجة التنوع ازاي ايه؟ والله يا دكتور هي يعني يمكن بس من طبيعة العمل اللي انا فيه، احنا بنتعامل في ملف الاتجار بالبشر، فده بيستهدف من اول الطفل مرورا طبعا بالشباب حتى الكبار. بالنسبة للجزء الشباب طبعا احنا بنتعامل مع اطفال شوارع، مؤسسات، ايتام وهكذا، ما فيش للأسف اي وعي، فالانترنت بالنسبة لهم لا، قنبلة موقوتة طبعا طبعا. يعني احنا ممكن نقعد نبني كتير قوي، مجرد ما بيطلعوا او بينفردوا بنفسهم او باجزاء السوشيال ميديا عموما، لا بيبقى خلاص للأسف. لا من خبرتك كمان انت خبرتك الشخصية، يعني السؤال اللي بسأله دكتور أيمن، يعني في اختلافات اجتماعية وثقافية طبعا واختلافات طبقية طبعا، ده بتشوفيه ازاي انت على موقع التواصل الاجتماعي؟ يعني في استخدام الابليكيشنز، حد ممكن يستخدم فيسبوك مثلا، حد ممكن يستخدم الكلاب هاوس زي ما قلنا، حد ممكن تويتر انستجرام على حسب. وبالنسبة برضو للمحافظات والتعليقات طبعا او الافكار اللي بيتم نشرها من خلال الابليكيشن الواحد. بس في تعقيب بس على استاذ وائل في نقطه الادمان بيقولها، اللي هي منتشره، اللي هي يعني طلعت الاحصائيه عندهم كبيره شويه، والله من غير عنصريه خالص، بس انت جاوبت على السؤال اللي انت قلته، اللي هي فكره القبليه او التجمع او اللي كلكم واحد، دي من اكتر العناصر اللي من خلالها بيتم نشر المخدرات بين هو يعني هو ده اختلاف تمام. ان انا لا مجتمع قبلي لا، ان احنا عندنا عادات في تقاليد في اعراض تمام ان احنا نمشي بيها. فالشباب دي كارثه. احنا بس مش بس دي ننظم الحوار، انا هديك الحقيقه في تعقيب لما اجي لك. يعني كملي. من خلال زي ما حضرتك بتقول كده، لو انا دلوقتي مثلا انا اللي بليد القعدة او الاهل او الاصحاب ايا كان، وانا جربت ده وانسجمت بيه وعرضت عليك، انا ليا تأثير عليك واحنا صحبة مع بعض، فحد هيجر التاني هيجر التالت وهكذا. في اراء مختلفة. سهيلة يعني كلمينا على يعني برضو نفس السؤال، هل في اختلافات بين المستويات الثقافية والتعليمية والطبقية على موقع التواصل الاجتماعي، سواء من حيث تفضيل استخدام موقع معينة أو نوع القضية؟ لا أنا بصراحة أنا شايفة أن دي أصلا مشكلة كبيرة قوي في مصر، علشان لما بتظهر زي مثلا ترند جديد، ناس مثلا يعني معظم اللي بيستعملوا السوشيال ميديا هم تينيجرز، ناس مش كبار، فبالتالي مستوى تعليمهم بيبقى لسه ما اكتملش. فيعني هدي مثلا مثال، لما الحركة النسوية ابتدت ترجع مثلا على موضوع التحرش او الاغتصاب او الكلام دوت في حادثة احمد بسام زكي او الفيرمنت او كذا، فبقى ابتدى معاها مصطلح زي الفيمينيزم، كان في ناس كتيرة قوي كانت عارفاه من قبل ما الحركة دي ما تبتدي، بعدين ناس كتيرة قوي بقت تسمعه، ففي ناس بقت هجمت يعني الكلمة من غير اصلا ما يعرفه هو ايه، فظهر شخص مشهور بقى بيقول ان الفيمينست دي كانها دي شتيمه. فلقيت ناس كتيره جدا انا اعرفهم بشكل شخصي، لو انا اتكلمت بس او قلت انه مثلا عيب ان حد يشتم واحده ست او يشتم اي بني ادم عامه، ما انت فيمينستايه، اللي هو تمام دي شتيمه يعني ولا ايه؟ انا مش فانا شايفه ان المفروض يبقى عندنا مثلا زي سورس من الدوله او من اي جهه معينه، ان هي اللي تكون بترشد الناس، تقول لهم لا مثلا
المصطلح ده هو عبارة عن 1 2 3 4، ما تسيبوش حد يوجهكوا يقولوا ان ده مثلا سواء هو صح او غلط، علشان حتى لو طلعت مثلا بيج قالت ان مثلا ان الفيمينست دول بيبقوا ليهم حاجة معينة وان هم مش ملحدين والكلام دوت، ممكن ما يتاخدوش على محمل الجد عشان ممكن يتقلدوا ليهم اجندة معينة. فاحنا محتاجين زي مصدر موثوق الناس كلها تبقى ماشية. طبعا هل يا بسنت احنا محتاجين مصدر موثوق فعلا؟ وال... انا دخلت في النص. اهلا، بنتكلم على دور مواقع التواصل الاجتماعي وزي هي بتأثر وزي بنستخدم، كل واحد بيستخدم تطبيقات مختلفة وفي تعدد بقى في الاستخدامات بين كلوب هاوس بين الفيسبوك بين تويتر، وكلمنا على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. ودلوقتي يعني سهيلة بتصير قضية مهمة ان الدولة المفروض تدخل وتحدد محتوى للوعي على الانترنت، فبالتالي الشباب يبقى عارف المفاهيم الأساسية اللي بيتم طرحها والتعقيدات المرتبطة بيها. انت وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ هو على حسب انا فهمت، يعني انا حاسة ان هو دلوقتي بقى في عالم دلوقتي ما ينفعش يبقى فيه رقيب، بالذات على السوشيال ميديا صعب قوي ازاي هتتدخل ويبقى ليها رقيب على رقيب. بس على الاقل في ريفرنس. احنا بس يعني خطوه خطوه عشان ده موضوع مهم برضو، ازاي ننظم العمل. انا بحس السوشيال ميديا دي عامله زي البلاد اللي هي شديده الديمقراطيه، اللي هو اللي عايز يشتم لدرجه يشتم الرسل بيشتم، واللي في نفس الوقت اللي عايز يقول العكس ويوضح العكس يوضح. فهو ده عالم السوشيال ميديا، ملهوش قانون محدد يحكمه، لكن هو انت طالع برأي خلاص انت كمان اطلعت وقول لي رأيك المعاكس، لكن انك تجيب رقيب يحدد يعني يطلع في الناحية التانية صفحات بتعمل وعي بتنشر وعي علشان تبقى اتجاه بيقاوم الاتجاه الغلط يعني. بس نيفين كان عندها مداخلة. انا بحس انه كل الحاجات لازم تكون عليها اساس من القيم اللي بننطلق منها. فالحريات حلوة جدا وعالم الحريات عظيم، بس اسس وقيم نبتدي منها وننطلق منها الطريق دي مش رقيب، ولكن هي جزء تنظيمي. السوشيال ميديا بديل الاعلام، محدش يقدر ينكر النقطة دي. الإعلام عليه رقابة علشان ما يبثش أفكار. فأنا كمان شايفة أن السوشيال ميديا هي مش رقابة مانعة، ولكن رقابة قادرة تحدد القيم اللي بنبتدي منها. بمعنى أنه هو ده، أنا بشوف أن القيم الأربعة، يعني هو في قيم كتير في الحياة وكل واحد فينا بينتخب لنفسه قيم هو شايف ان هي الكور بتاعه، وبس انا بشوف ان الكور بالنسبة لي كنيفين الاربع قيم اللي نقدر نبني عليهم اي حاجة هي الانفتاح والثقة والامانة والمساواة. انفتاح ان انا هقبل الكل، وثقة انك دايما بتقول لي الحقيقة، وامانة ان انا دايما هقول لك الحقيقة، فانت كمان واثق انه من امانتي هقول لك كل الحاجات اللي عندي اللي صح. واخر حاجة المساواة، انك عندك الحق وانا كمان عندي الحق، انت عندك حق تستخدم نفس مواقع التواصل الاجتماعي بنفس ما انا عندي نفس الحق ده. طبعا في قيم كتير تانية والقيم كلها جميلة وعظيمة، بس اللي انا اقصده انه لو احنا ما عندناش بيزك من القيم نبتدي منه عشان ننطلق لقدام، ده مش يعني هنكون كأننا زي مثلا انا بشوف انه احسن حاجات عملتها السوشيال ميديا انها قالت للناس ان احنا في الصعيد ما بنصحش على دم وننام على دم. مثلا الاعلام في الفترة الاخيرة صدر للناس واحد، يعني انا اسفة، كان مسلسل كله مغلوط عن الصعيد. انا اتربيت في الصعيد طول عمري، وجيت القاهرة والناس بتشوف فيا الصعيد، وكانوا بيسألوني هو انت ما عندكيش سلاح في البيت، هو انت ما كانوا كده تحديدا. هو وحد جه معايا زيارة بتقولي فين هو الناس ليه مش شايلين سلاح على كتفهم هما ماشيين في الشارع. ما هو الاعلام هو اللي بيقول، بس السوشيال ميديا مش الاعلام الحقيقة اللي قدر في الموجة دي يرد يقول يا جماعة ما فيش الكلام ده، ما فيش عندنا واحد بيبني مدينة ويهد مدينة ويصحى على قتل وينام على قتل ويزرع افيون ويصدر بني ادمين وستات. يعني انا بقولك انه الستات في الصعيد كسرت، هو النموذج ده اصلا ما كانش موجود عشان نكسره للامانة يعني، بس احنا كسرنا نماذج نمطية كتير جدا في الصعيد كستات، بس النموذج اللي بالذات اتعمل في المسلسل ده ما كانش موجود ابدا في تاريخ الصعيد. ف
فالفكرة ان السوشيال ميديا ادتنا احنا منصة نقول فيها انه ده يا جماعة مش موجود، والله ده مش بتاعنا، احنا ما نعرفوش. ففكرة انه يكون في بيزك، بالنسبة لي احنا عندنا في مصر قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وقانون بيحدد امتى تبقى مسؤول وامتى صفحتك دي تبقى عامة وامتى صفحتك دي خاصة، وايه الكلام اللي انت بتكتبه وايه الكلام اللي احنا بنحاسب عليه، يعني القانون محدد وكمية الجرائم والغرامات وكل الحاجات دي. الحقيقة انه القانون ده كان في صف الستات اللي عانوا من كمية جرائم الكترونية بشعة جدا، وده كان نوع احنا في الحركة النسوية في مصر، انا يعني بنسب نفسي على اني لاني متخصصة في البحث في النوع الاجتماعي، فبقول انه النوع ده من الجرائم عمرنا ما شاهدناه في حياتنا، عمرنا ما شاهدناه انه حد يبعت لك لينك فتفتح اللينك فياخد كل الصور اللي على الموبايل وبعدين يقول لك اصل لو ما بعتيش كذا ولو ما جيتيش تقابليني في الحته الفلانيه ولو ما عملتيش. واخدنا سنين يمكن من 2014 لغايه ما صدر القانون احنا بنقول يا جماعه حاسبوا الناس دي، احنا كنا بنحمي الستات بس مش عارفين نحاسب المجرمين. فالقانون كان مهم وكان بيحدد، يعني هو كان مهم في نقطه بس كمان كان بيقيد، قد يكون بيقيد حريات في نقطه ثانيه. طب احنا كده عندنا رؤيتين، انا بتكلم على الشباب، يعني احنا بنتكلم في قضايا، بدنا نخش في قضايا اصعب شويه. يعني في رؤيه بتقول لا احنا عايزين توجهات عامه، قيم، حاجه كده ريفرنس. في نقطه بتقول لا ده القانون هو اللي بيعمل ده. في نقطه ثالثه بتقول لا ده هي الساحه مفتوحه للحريات والنقاش، وان في اختلاف بين المؤثرين والناس النشطه وبين الشباب العادي. رايك انت ايه بقى معانا كشباب عادي؟ يعني احب اقول لك لا انا حاسس ان هو يعني نتعامل مع السوشيال ميديا في وجهه نظري طبعا يعني زيها زي المجتمع العادي. يعني لما يكون في حاجه مثلا انا غلطت في حق خميس فنتقاضى كما اني غلطت معاه في ارض الواقع، يعني بالظبط كان في الشارع بالظبط زي ما استاذ مصطفى قال. فبس فكره اصل برضو يعني فكره ان احنا نحط بيزكس عشان نبني عليها، طب ما افرض البيزكس كانت غلط او افرض هي متبعه توجه شخص معين هو شايف ان دي صح وانا مش شايفها صح، فبالتالي احنا ممكن ما نوصلش للاتفاق. وسر قوه السوشيال ميديا ان احنا متجهين لها دلوقتي عشان كان فيها الحريات، لان احنا عطوكم الاعلام على طول الصعيد مش عارف ايه هوب هات البندقيه واقتله مش عارف ايه والطار وخد الافيون، عشان احنا زهقنا من الحاجات دي خلاص. يعني هو احنا انت في السوشيال ميديا لقيت متنفس انك تعرف تتكلم فيه وتعرف تتعب وتشوف الحاجات الحقيقيه فيه، فبالتالي مش كمان على السوشيال ميديا هو انا حاطط بيزكس ولا لا ده هم ممكن مره افضل اصدر صورة مثلا على السوشيال ميديا انك والله لا احنا في الصعيد على طول بناكل لبن ترايدنت مثلا، ودي صورة السائدة مثلا. وبرضه ده اللي كنت بتكلم عليه فكرة الالجوريزم بتاع يعني مثلا في ساعة موضوع الشيخ الجراح وكان الفيسبوك بيعمل بلوك لأي حاجة بتكلم عن فلسطين، ما دي احد وسائل الرقابة اللي الفيسبوك حاططها الوحشة جدا اللي هي ضد سياسة الحرية اللي احنا كان الناس كلها بتطالب بيها، عشان كده دخل عمل تقييم قليل على فيسبوك وكان ده كله. فاحنا ما نبقاش احنا عندنا تناقض من فكرة احنا بالنادي بفكرة انه الناس تكلم عن فلسطين براحتها وبتاع، لكن لا احنا عايزين نحط بيزكس وقيم، انه برضو انا مش زيك وانت مش زيي، واحنا انا كل واحد عنده قيم معينة وكل واحد عنده فكر معين. انا عارف ان يكون البيزكس هو ايه كريفرنس، انا فهمت موضوع الريفرنس جدا. والناس بتعمل ده بمعنى ايه الناس، يعني موضوع التحرش واللي طلع مره واحده والكلام ده كله بسبب ان الناس بتقول للناس التانيين يا اخوانا خدوا بالكوا ان التحرش ده ما بيحصل ومش عارف ايه كذا كذا كذا، وان لما واحده خدت حقها بالقانون الناس شجعتها والكلام ده كله، ده بسبب التطوع الناس بتعمله which is good كده. والخلاف فيه حلو برضو. ليه؟ لان لما اسمع ان في مشكله ولقيت ناس تانية بترد على ناس تانية، فانا على الاقل لو انا مش مهتم بالمشكله ان لقيت في خلاف حصل فاهتميت بالمشكله فخدت الوعي بتاعه فحصل الديبيت ده. يعني لولا ان مثلا موضوع الشيخ جراح مثلا ناس كتير كانت حصل واحنا في قضيه فلسطين بقى لها 60 70 سنه يعني، ف لولا ان حصل خلاف ومش عارف ايه وكذا والناس بتدت تنشر الترند وفي ناس بتفرس انه لا السوشيال ميديا ليها دور مهم هنعمل ايه هاشتاج يعني اللي هينقذ فلسطين يعني، فكان ده خلاف. في نفس الوقت الهاشتاج اثر على الناس ووصل لمرحله مش عارف ايه فحصل الديبيت ده. فان احنا نحكمه ونحط بقى قانون وانه ده اللي انا مش شايف ان ده حاجه مش صح خالص خالص، لانه
ما انا عارف ما هي المشكله ان هو محطوط ده بس يعني خلينا ايه ساكتين اتفضلي. يعني انا ما كنتش بقصد انه ان هو عالم السوشيال ميديا هو عالم مفتوح على اخر ان انا راضيه باللي بيحصل من ان الناس بتستبيح يعني حقوق بعض او اعراض بعض، انا ما اقصدش كده، بس اقصد ان هو ده الواقع اللي بيحصل يعني، فبان هو ده الواقع اللي حاصل ومش بايدي ان انا احط رقابه عليه واحاكم وادين واطلع احكام وامنع فلان انه يتكلم، يبقى اذا بنطلع بترند معاكس زي ما فعلا عفيفي قال انه زي مثلا التحرش، ما هو حصل ناس كتير تقول ما هتستاهل ان يتحرش بيها عشان هي اللي نازله لابسه كده في الشارع، في نفس الوقت لا في ناس تانية طلعت قالت يعني الغلط غلط، حتى لو هنفترض انها غلطانه فهو غلطان برضو، مش من حقه ان هو يتعامل معاها كده. فده اللي انا اقصده، يعني ان هو ده الواقع اللي احنا فيه، ان هو عالم السوشيال ميديا شبيه كده بعالم الدول الشديده الديمقراطيه والتحرر اللي بيوصل فيها الدنيا لغايه انه ممكن يسبوا انبياء، بس هو نتعامل بالواقع ده ازاي؟ ان هو احنا بنطلع بقى يعني الاصوات الناس اللي عندها راي حكيم وعاقل ما تبقاش ساكته، ما تبقاش قاعده بتتفرج، لكن ان هي تعبر وتقول لا ده مش صح، ما نسيبش بس ان الغلط هو اللي بيعبر عن نفسه، لكن من الناحيه الثانيه نخلي الصح كمان يعبر، بس كده. خميس، بس انت بتتكلم على يعني اتاحه فرصه للاصوات المعتدله والناس تعبر، رايك وجود المعتدلين او الناس اللي هم بيتكلموا في الزاويه الايجابيه او بيردوا على عدد مظاهر سلبيه، هل مؤثرين اصلا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا صوتهم ضعيف؟ لا انا الحقيقه بشوفهم يعني مؤثرين جدا جدا، وكمان بشوف ان يعني التنوع الواسع اللي كانت بسنت بتتكلم عليه ده هو برضو بشكل شخصي بالنسبه لي جنه بالنسبه لاي حد بيحاول يوبزرف الناس. يعني انا مثلا بحاول افهم منطق المتحرش لاسباب بقى شخصيه، انا بحب افهم المجرم بيفكر ازاي، وبيعجبني قوي الهيراركي بتاع الافكار اللي عنده، اللي هو في الاخر بيرمي الذنب على البنت وبيطلع نفسه سليم جدا من الموضوع، وبعدين بيلاقي دعم من تيارات بقى يمينيه وتيارات بعض التيارات الدينيه اللي هي تقول له انت تفكيرك مظبوط. فدي مثلا بالنسبه لي حاجه انا عمري ما كنت هوصل لها لو قعدت افكر في الموضوع يعني 10 سنين، الراجل ده ازاي بيفكر كده وازاي بيستحل جسم البنت لمجرد انها بنت. السوشيال ميديا اضافت لي ده، يعني انا ممكن اقول لك منطقه عامل ازاي واديك فلوت شارت كده هو دماغه بتفكر ازاي وليه بيقرر يتحرش وبيزد على ايه. في الاول مثلا كنتش بفهم ان الناس اللي بتحلل التحرش على ان هو باور داينامكس، وان هو الشخص اللي بيظن في نفسه القدره على ان هو ينتهك اللي قدامه، باور يعني عنده الباور، هو اللي بيقدم على ده، وان الموضوع مش موضوع اثاره جنسيه ولا موضوع كبت جنسي وحرمان عاطفي ولا الكلام ده خالص. انا كنتش فاهم ده، يعني بالعكس كنت يعني من 10 سنين مثلا حد سالني هتحرش هو كبت جنسي وخلاص، لكن لا لما شفت عقليه المتحرش وكلامه لا اتس اول باور جيم، لان هو مثلا بيشوف ان البنت القويه الممثله مثلا المشهوره الحد هو بيقدس جدا مساحتها وحريتها وما يقدرش يمد ايده عليها، لكن لو شاف بنت عاديه مثلا منزله صوره لا هيبدا ينتهكها، لان هي بالنسبه له within reach هو يقدر ينتهكها ويقدر يبقى عنده باور عليها. دي حاجات بالنسبه لي كانت معرفش مفيده لمين يعني، بس انا بالنسبه لي انا بشكل شخصي انا بحب افهم الناس، كانت بالنسبه لي جميله جدا. رجوعا بقى لسؤالك، الحته بقى بتاعت ان يعني انا مؤمن بالجدل، مؤمن ان هنفضل في تيارات بتتصارع، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فدي دي سنه كونيه يعني ده بيحصل طول الوقت. فالاصوات العاقله بتكمل فعلا حتى لو بدات باعداد قليله، بس مع الوقت بتجين المومنتم. يعني دلوقتي مثلا بقى في صفحه للشيخ احمد الطيب، لو شفت الكومنتات بتاعتها هتلاقي الناس بتهاجمه طول الوقت، بس هو هيظل شيخ الازهر، الناس بتخش تقعد تقول انت بتفتي في الدين وانت فاهمش في الدين وكده مش محتاجين فتوى ولا حاجه، بس ودار الافتاء انتوا بتفتوا كده. فده بالنسبه لي جميل جدا، لان هو هيفضل مكمل وهيفضل التيارات دي تهاجمه، بس في النهايه هو هيبيلد المومنتوم، في النهايه هيبقى جبل مرتفع جدا
لان الرأي ده عقلاني فعلا ولازم يطلع، لازم حد يقوله، مش مهم يعني الفكرة الناس تعطانك. وانا شفت بصراحة حاجات كتير قوي، نماذج كتير قوي من الناس عقلانية جدا وعندها رأي محترمة جدا وبتخاف فكرة مواجهة الجماهير، فهو يحتفظ برأيه لنفسه وفي whatever الترند اللي موجود حتى لو هو ليه علاقة بيه انا مش هتكلم، وبيخلي فعلا الاراء اللي تنتشر هي الاراء الشعبوية جدا اللي هي اراء الاطفال الصغار، يعني دي يتحرشوا بيها، يا لبسها دي مش عارف ايه، حتى ما يهتمش بالتنظير. لكن وجود بقى حاجات زي دار الافتاء وشيخ الازهر والحاجات دي، لا بتخلي في بعض الناس تتجرأ كمان. هو طبعا هقول رأيي بما انه هو رأيي انا شايفه سليم وعقلاني ومنطقي، حتى لو اتشتمت مع شيخ الازهر اتشتم، فيعني بيبقى في مساحة كده من حرية الرأي عند الجانب بقى التاني، لان عادة الشخص اللي هو متلقي تعليم معين او بيبقى شخص سنسيتيف وحساس وخايف على صورته قدام الناس وخايف، فالمساحه دي انا شايفها يعني السوشيال ميديا مثلا في البدايه كانت اعنف من كده، ما كانش فيه اصلا تمثيل لاي مؤسسات دينيه رسميه او اراء عقلانيه او كده، كان كله كان عشوائي جدا. اعتقد احنا في مرحله تنظيميه شويه عامله زي المجتمعات كده، لما يعني كانت في مرحله جمع والتقاط وبعدين بدات تتنظم، فاحنا في حاله تنظيميه وبتحصل اورجانيك، مش يعني ما اعتقدش ان في حد محتاج يفرصها. حتى القانون ده انا شايفه اورجانيك جدا، هو فعلا مش جاي يهجم على وضع ويفترض فيه حاجه، لا بالعكس ده هو جاي رد فعل على وضع اوريدي سيء جدا ومتدني جدا. يعني القانون ما جاش وبعد كده حصل المشكله، لا بالعكس القانون طلع بشكل اورجانيك جدا بعد ما ناس كتير قعدت تصوت ان في انتهاكات وفي حاجات، فكل ده يعني طبيعي، تفاعل طبيعي. بالظبط تفاعل طبيعي. اي فورسنج بقى على التجربة دي هيبوظها، يعني اي محاولة فورسنج لحاجة، يعني مثلا ان شيخ الازهر مثلا يبدأ ما يقبلش بقى كومنتات، ما فيش اراء، ما فيش مش عارف ايه، ده هيبوظها. لكن كونها طبيعية كده ده بيخليها تنجح وده بيخليها تكمل. وجهة نظري الحبيب هناخد برضو منك دقيقتين صغيرين مش في الاخر، رأي حضرتك وجود الشخصيات الدينية بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، يفضل يبقوا موجودين ونزود مساحة الاعتدال ولا نبقى موجودين في الأسس التقليدية بس؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، مرحبا بكم جميعا. سريعا، لا بالطبع ينبغي أن يكونوا موجودين، لكن العقبة الحقيقية التي لمستها بنفسي هي أننا في كثير من الأحيان إذا دخلنا ميدان التواصل مع الناس والشباب على وجه الخصوص لدينا افتراضات مسبقة أننا قد فهمنا كل شيء وجئنا لنعالج فحسب. أرجو أن يكون دخول من يريدون خدمة الخطاب الديني أو الشرعي دخول المتعلم المستكشف. إحنا عندنا قاعدة في الفقه تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني حتى في الفتوى يحرم على المفتي أن يفتي في مسألة ولو كان يعرف الحكم الشرعي إذا كان يجهل الواقع المحيط بهذه المسألة. فالسؤال لو أذنت لي مش أنه هل ينبغي أن يكونوا موجودين ولا لا، هو سؤال كيف يكونوا موجودين. نحن بحاجة أن ندخل كما خميس الله يبارك فيه، يعني دخل عشان أتعلم. الفقير إلى الله ألح علي محمد من أبنائي الله يبارك فيه، محمد مشهور متخصص في وسائل التواصل، أنا أسميها الشبكي مش الاجتماعي، الاجتماعي معنى أدق، أنا شوية محبكها في المصطلحات لأن أرى أن أحد أكبر الإشكالات عندنا التعامل مع المصطلحات، التهاون بالتعامل مع المصطلحات. لما ورطني في التواصل الشبكي كنت أول مثاقل، قل خلاص كنت عندي المحاضرات وعندي الكذا، اللي يحب يسمع لا قلبة تفيد الناس. الحقيقة استفدت قبل ما يمكن لو في شيء أفاد الناس أو لا الله أعلم، لكن الفقير استفادت، تعلمت من الدخول. من أكبر الدروس اللي تعلمتها هو السبب في جلوسي الليلة معكم، أن احنا كنا نظن أننا نفهم الشباب وأمضينا عقودا كثيرة ونحن نتكلم عن الشباب ولا نتكلم مع الشباب. فالجواب هكذا بسرعة أنه نعم، ولكن ادخل لتتكلم مع الشباب لا لتتكلم عن الشباب. شيخ مصطفى نفس السؤال، يعني من تحليلك لأراء الشباب في على الصفحة بتاعتك، هل بتتسم بالحدة ولا في الأمر أخد وعطى؟ وهل الناس بتغير آرائها لو ناس اتكلمت معاها؟ وبرضو الأصوات المعتدلة هل موجودة ولا لا؟ شارع شارع، في
في خد قسط من العلم والتربية فبيتكلم بعلم وبيتكلم بوجهة نظر وعنده مساحة انه يفهم ويسمع ويسأل سؤال المستفهم مش سؤال المنكر. وفي اللي ما خدش القسط ده مع الاحترام للجميع بس هو ما خدش قسط لا من العلم ولا من التربية. ولا زي ما حضرتك عارف المرء عدو ما يجهل، فلو اتقالت معلومة قدامه هو مش متعود عليها او مش متربي عليها هو بيهاجم لانه هو كأنه بيهدد المعلومة دي بتهدد تفكيره والباك جراوند اللي جاي منها خلفيته. وبالتالي في كل حاجة في كل حاجة. وانا متصور ان دورنا او دور اي حد نفسه يكون ليه اي بصمة اصلاحية مرتبط بقانون الإزاحة، ان يكون في غزارة في الخير جوه السوشيال ميديا، لان زي ما بسنت تفضلت وقالت مفيش رقابة فكل حاجة تتحط على السوشيال ميديا. وانا ولادي انا شايف ولادي قدام عينيا دلوقتي هما بيتفرجوا على السوشيال ميديا عمري ما هعرف اعمل عليهم اي تحكم. انا بس ممكن اشغل وقته وممكن احاول اضيف انا على السوشيال ميديا شوية محتوى وهو بيدور يلاقي حاجة مفيدة، لكن صعب جدا ان انا اوجهه او اتحكم فيه. ف شارع يا سيدي يعني له علاقة بالسوشيال ميديا برضه، بس كنت عايز اعرف بصيت للموضوع ازاي. يعني اتمنى اكون تابعته. يعني كان انتشر فيديو لحضرتك كان قديم شويه ده فكره ايه الالفاظ السوقيه اكيد شفته لانه انا عايز اصور. انت بخيل ده احد اجزاء التاثير على الوعي. ليه؟ بمعنى ايه؟ ان لما الفيديو ده انتشر كميم او كالميم هو عباره عن ماده مرئيه او يعني مسموعه تعتبر سخريه يعني. فانتشرت الميم نوي ايه الاستاذ مصطفى بيقول ايه في ناس بتقول الفاظ السوقيه دي بتقول رشقه وبيتخض على الكلمه فناس مش عارفه انها نكته يعني. فطبعا لو حضرتك تقول لي ده كان الفيديو ده اصلا كان سنه كام ولما انتشر دلوقتي شفته ازاي وحسيت ان ايه اللي حصل او شايف وكنت وحاسس ان انت عايز تفايت باك ازاي او يعني تعمل ايه. انا عايز حبيت اعرف ده جدا. 2007 اول ما درسنا مع المشايخ كانت من ضمن الحاجات اللي بيعلموها لنا تنقيه الالفاظ السوقيه منا. فاحنا داخلين على المشايخ فاخرين نفسنا متدينين فالشيخ يهزر اقول له يا عم، بقول للشيخ يا عم، وانا الشارع زحمه طحن والحاجات دي يعني. فكان سيدنا الشيخ مدينا كراسه كده نكتب فيها كل الالفاظ السوقيه واحنا بندرس معاه الفقه والحديث بس في صفحه بتاعت الالفاظ السوقيه. فكان من ضمن الالفاظ السوقيه فاحنا بدانا 2005 مع مولانا. 2007 كانت الحلقه دي بتكلم فيها عن المخدعوك فقال. فده قصته ان انا كنت عارف انت لسه متعلم حاجه عايز تقولها للناس، انت في اول شبر من العلم حسيت انت تتعلم اكتر من كل الناس مع انك انت متعلم ربع سطر. فطلعت بالاندفاع ده. شفتها ازاي؟ شفت واحد طيب واحد طيب عايز يقول للناس خدوا بالكم، بس هو طيب قوي طيب لدرجة انه مش فاهم. ف يعني لو رجع بيك الزمن هتتصرف ازاي؟ هقول نفس الكلام بس في سبيل اني بقول اللي قدامي عارف اشيك ما تقول رشقه انك تقول كذا. هقولها وانا متفاهم ان هو مش سوقي وهو بيقول راشق، هو دي الالفاظ اللي يعرفها انا معاكم. فانا بقول انا جاي، واحد بيقول انا ساتواجد، واحد بيقول انا راشق، كلهم زي بعض. ف المجتمع يا سيدي المجتمع. فهو واحد طيب بس ما يعرفش حاجه وحابب. وعلى فكره جزء كبير من السوشيال ميديا كده ناس طيبين وعندهم حماس بس ما يعرفش. ف هو يميز المنتهى ده الحقيقه ان احنا مش بنديره بصوره يعني اكاديميه، يعني في النهايه ان هو ساحه للتفاعل فعلا، ان كل واحد يقول رايه ونسال. يعني في اسئله كتير احنا ما بنشوفش بعض كلنا او بعض الناس بتشوف. لا اخر سؤال اخر سؤال ليه حضرتك ما عملت يعني ليه ما قلتش ده دلوقتي في 2021 نفس الكلمتين دول؟ ليه حضرتك ما طلعتش قلتهم؟ اسالني سؤال تاني عشان مش فاهم. بقول لحضرتك ليه ما طلعتش في وسط ما الفيديو ده انتشر ليه ما طلعتش قلت الكلمتين دول؟ ليه؟ لان انا هقول لك حاجه بس عايز اعرف اجابتك.
آخر سؤال. علشان أنا ممكن أكون منهجي اللي أنا عفيد دلوقتي، مش كل حاجة بتطلع برد عليها، بشوف في حاجات لطيفة لو طلعت مش هتأذي لو ما ردتش عليها، بس مثلا فيديو الحجاب القديم لا ده مش حلو، ده مؤذي، فكان لازم ان انا اوضح ما كانش اشيك طريق لان بقاءه مؤذي، بس بقاء راشق وطحن وكده ممكن. ف طيب احنا كده يعني احنا بنناقش قضايا مختلفه، يعني في الاول ناقشنا وجهه النظر العامه في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها ايه هي الناس بتستخدم انهي مواقع والاسباب المختلفه، وبعد كده ازاي بنزود مساحه دور الحريات بالتوازن مع التماسك الاجتماعي والضوابط اللي احنا بنتكلم عليها. انا عايز اسال على دور المؤثرين، لانه دور المؤثرين الانفلونسر بعض الناس شايفاه بيزنس بحت، بعض الناس بتتنافس عليه بيعملوا براندنج مختلف، بعض الناس شايفه لا ده دول بيعملوا قيم كويسه جدا ولازم نمشي وراهم، وبعض الناس شايفاهم خطر في المستقبل لو اتجاهاتهم انحرفت. فقول لنا يا بسنت وصفك يعني من اهم المؤثرات على مواقع السوشيال ميديا وفي تخصص السياحه، واحنا عارفين انه في منافسه يعني ناس كتير بتشتغل في نفس المجال. هو انا اولا مش مسميه نفسي مؤثره، انا بحاول اؤثر بس انا للدم يعني مش حاسه ان انا اثرت. فكره ان هو انا بشوف يعني حواليا ان فعلا ان الناس بتتاثر بالناس اللي بيطلعوا يتكلموا على السوشيال ميديا، انا بشوف ده فعلا يعني، حتى بشوفه في اولاد اختي الصغيرين وهم بيقلدوا فلان وهو ازاي بيتكلم وازاي بينكت، فهو فعلا الناس بتأثر في بعضها، ده طبيعي لو قعدت مع حد تسمعه كتير حتى لو ما هوش بيطلع لك على السوشيال ميديا هتلاقي نفسك بتتأثر بيه. ده حاجة. فكرة ان هو بيستخدم كبراندنج يعني مش فاهمة برضو حضرتك، يعني في ناس بتستخدمه كوسيلة يعني لجذب الأموال أكنه مشروع، يعني هنشر 4 بوستات واخد 10,000 جنيه في الشهر. طب وايه المشكله في كده؟ لا مفيش مشكله، احنا بنتناقش. لا بنتناقش، احنا بنتناقش في الموضوع نفسه يعني. يعني انا مش شايفه فيها مشكله برضو، خاصه ان هو انا هتكلم عن نفسي، انا وقتي كله بعمل بيه الفيديوز بتاعه السوشيال ميديا، طب ما انا هصرف منين علشان خاطر اسافر واعمل فيديوز واركب ووسيله مواصلات واقعد في اوتيل، ما كل دي مصاريف محتاجه لها اعمل لها شغل جانبي للدعاية علشان خاطر اقدر اكمل واوصل رسالتي. بس يعني انا جيت في فترة اول ما بدأت لغاية بداية السنة دي انا كنت واخدة قرار ان انا لا يمكن افعل الاعلانات بتاعت الفيسبوك والانستجرام، انا مش عايزة اضايق الناس وهما بيتفرجوا على فيديو لقوا فجأة اعلان طلع لهم، كنت واخدة قرار حازم لازم بده، لغاية لما لقيتني فجأة المدخرات اللي معايا ملأ بتقل وقربت اكل خشاش الارض، فقلت لا ايه ده مش هينفع، طب وانا كده لازم لا تفكيري ده غلط، ولقيتني ببطل وقليل جدا ما بعمل فيديوز، فقررت لا خلاص لا لازم يكون في طبعا اعمل دعاية وطبعا اشغل اعلانات عشان خاطر انا اعرف اطور من حياتي وفي نفس الوقت كمان اكمل الفيديوز اللي بنشرها للناس. ما هو ده شيء طبيعي يعني، شايفة ان احنا مش صح ان نبص للناس وننتقدهم في كده، ايه ده انت كنت بدأ لي فيديوز بتتكلم عن التاريخ والاثار وبعدين فجأة جاء دلوقتي بتعليني لي عن شامبو، ما جدعان لازم اعيش طيب طبيعي. بس فده اللي انا يعني شايفاه، ده نظرتي ليه. من حيث التاثير في تاثير وده طبيعي، اي حد بتقعد معاه فتره طويله بتتاثر بيه، والناس على السوشيال ميديا شبه يوميا بيطلعوا لك بصور وفيديوز. بس رايك ايه يا سهيله في دور المؤثرين الانفلونسر على موقع السوشيال ميديا؟ وانا بصراحه يعني ما انا بحبهم بصراحه، يعني انا مش بشوف ان كلنا بنحبهم يعني بشوف الطريقه اللي انت بتعملها على الحاجات بتاعت فودافون بس ما علينا. بس انا بصراحه بشوف ان المفروض ان كل واحد يتحط في مجاله، يعني تمام ماشي ممكن نعمل اعلانات عن برودكتس غير اصلا اللي احنا بنعمله، ده شيء طبيعي دي مش حاجه وحشه، بس مثلا وانا بتفرج على ممثل انا مش منتظر ان انا اخد من الممثل ده فتوى دينيه، فهو ما يطلعش يتكلم لي في الدين، يعني هو يطلع يتكلم في الدين بس انا ما اتضايقش مثلا اقول انت ليه تطلع تتكلم في الدين، طب ما هو اصلا ليه الباقي يسمعوه هو بيتكلم في الدين، ما هو مش
مش دي تخصصه. حد مثلا يتكلم في السياسة، الناس كلها بتتكلم في السياسة، كل الناس تتكلم في السياسة، هو الدين والسياسة هم أكتر حاجتين الناس مستبحاهم كده، اللي هو عادي احنا كلنا خبراء سياسيين وخبراء ديني. فأنا بشوف إن لو احنا نفسنا عارفين نحط كل واحد في الكاتيجوري بتاعه، المؤثرين هيبقى لهم دور كويس جدا، أحسن من دلوقتي. بس خميس، إيه دور المؤثرين من ناحية يعني الأثر الاجتماعي؟ هل لهم دور اجتماعي غير فكرة إن هم مؤثرين في قضايا معينة؟ يعني المفروض يبقوا مثلا يدعو لقضية معينة ولا يعملوا إيه؟ برضو يعني ده رأي شخصي برضو، يعني عشان الجزء بتاع المؤثرين ده بالنسبة لي برضو مش فاهمه قوي، يعني مش فاهم يعني ايه مؤثر وكده. بس هما ليهم دور اجتماعي، يعني ما اعتقدش ان في حد هيطلع يقول انا والله في دور اجتماعي معين عايز اعتنقه وعايز اعمله فهبدأ اقصر، هبتدي دلوقتي اقصر عشان احقق الدور ده. لا، يعني الموضوع بيحصل بالعكس، بيبقى في حد مهتم مثلا بحاجة معينة وبيبدأ يعرضها للناس، فبيبدأ يبقى ليه كتلة تأثير. هل ده بقى هل في أخلاقيات بقى عنده هو للأدوار الاجتماعية؟ هتفرق بقى من واحد للتاني، لأن اللي جذب الناس مش الدور الاجتماعي اللي هو عايز يعمله، اللي جذب الناس الاهتمام الأصيل اللي عند هذا الشخص بحاجة معينة، سواء مثلا في التكنولوجي، في الأثار، في السفر، في أي حاجة. فأنا بشوف إن المؤثر ما بحبش فكرة ان هو يفرض حاجة او يلاقي نفسه مثلا بقى عنده فولورز فيبدأ بقى ينتروديوس قيم او حاجات زي كده. بالعكس، انا بشوف هو بينج اوريجينال وبينج زي ما هو، هو ده اللي وصله للي هو فيه، وبالتالي هو يكمل فيه ويحسن فيه طبعا ويطور فيه. ما هو تعريف هدف ده بنختلف عليه، يعني هو ده نقاش كبير جدا. ما هو مين يقدر يكنترول بقى؟ يعني ما فيش حد يقدر يكنترول، هو اللي هيقدر. يعني الفكره ان هو كل الافكار مطروحه، عايز منه عايزه بس عايز منه حاجه. في استبداد منصه، في استبداد منصه هنا يا جماعه. انا يعني انا مش معترض معك، انا عايز، بس انا عارف ان كوني عايز ده مش هيفرق في اي حاجه. ماشي، انا عايز نفسي كله بهادف وجميل، بس مش هيحصل. فيعني القصد اقوله ان هو لا، لو انا بشجع المؤثر ان هو يفضل في مجاله ويطور فيه ويبقى كده، الا لو هو برضو developed genuinely برضو، يعني بشكل أصيل اهتمام بحاجة تانية. يعني ماشي، هو كان بدأ في التكنولوجي وبدأ بشكل أصيل جدا وجنوان يدرس مثلا في علم الاجتماع وقرر يتكلم في حاجة تانية، فمش تمام. يعني as long as انت بتعمل الحاجة من جواك، انا بأندورس ده، بشجع ده. لكن فكرة ان انا عندي جمهور فهبدأ بقى ايه، ابدأ دلوقتي بقى اعمل حاجات هادفة، دي فكرة انا بشوفها مش حقيقية. يعني بتطلع نماذج في اللي انا شفته مش حقيقية في النهاية. لا، انت فعلا مش مهتم بالموضوع ده. يعني لو انت مهتم بيه كان هيبان من الاول كان. فيعني فكرة الرأي العام، يعني انت بوست فكرة الرأي العام ده انت بتشوفه بيبقى احد اهداف المؤثر هو اللي انا بشوفه. يعني بشوف المؤثرين في حاجات معينة اللي هو عايز مثلا سيد ان هو عايز يحافظ على، بس معظم اللي بشوفه بصراحة هو بيحاول يركب الترند عشان يحافظ على البوزيشن بتاعه. فانا مثلا مؤثر في مجال التكنولوجي ودلوقتي الترند عن قتل الزوجات، ف تكنولوجي قتل الزوجات، فهقدم حاجة في هذا المجال. ده كويس، ده بيمنتين ليه هو الجمهور بتاعه، لان هو الجمهور بيحب يحس ان المؤثر اللي انا متابعه ده هو متابع هو كمان، وهو معانا في الترند وبيعوم معانا في البحر اللي احنا فيه. يعني بس دي النقطه مهمه، فكره انه المؤثرين او بعض المؤثرين هم بيتحركوا باعتبار مؤسسات، فكان يحصل نوع، مش عايز اقول لجان الالكترونيه، بس عايز اقول انه بيبقى فيه توجيه للراي العام. هل ده انت بتشوفه؟ يعني ده حصل بوضوح بالمبادره الشخصيه ومبادره شخصيه ان انت تقدم براءه العام المصري بالكامل، بحيث ان القضيه نفسها تروح القضاء تاخد مسار القضاء. يعني هنا يعني فكره التاثير، بس حتى مثلا موضوع اصل حضرتك سالت في الاول على المؤثرين نفسهم، فانا مؤثر مثلا في مجال التكنولوجي
صعب قوي جمهوره يتفاعل معاه لو اتكلم عن التحرش، صعب. لكن اللي مهتم بالقضية دي تضامنه بيفرق طبعا. بس فده اللي قصدي، ان ممكن هو مثلا ساهم في ان القضية دي تبقى فايرل، وان هو يشير البوست اللي ليه علاقة بالموضوع ده. بس مين المحرك؟ الناس اللي مهتمة بشكل اوريجينال، الناس اللي هي الباحثين الاجتماعيين، الناس المتضررين من الموضوع، هي دي اللي بيكتب بوست. مهما كان هو بقى مش بروفيشنال في كتابة البوستات او في عمل الفيديوهات، بس الفيديو الصادق ده بيقوم منتشر عن طريق ان الناس بتشير والمؤثرين بيشيروا وكله بيشير، فالحالة بتيجي. بس مش هما دايركت هنا، يعني هما سكندري. نيفين، بوصفك باحثة سياسية، قولنا العلاقة بين المؤثرين والرأي العام. يعني هنا عندنا دكتور ايمن بيسأل، يعني عنده توجه واحنا في توجه تاني، انت شايفها ازاي العلاقة دي؟ طيب، هو انا بشوف انه السؤال الابدي هل هو بيعبر عن الواقع ولا المفروض يغير في الواقع؟ هل هو المفروض يحرك الوعي الجمعي ولا يعبر عن الوعي الجمعي الحقيقي؟ دي ازمة مثلا عندنا وعي كمان في اذا كان في مجموعة وكل مجموعة دي بتشكل وعي، فلا لازم يبقى في وعي جمعي. طبيعة اختلافات الوعي الجمعي وان هما في يعني طبقات مختلفة من الوعي، بس هو في وعي جمعي. دي ازمة الحكاية بتاعت اصل يا جماعة الشخصيات اللي بتطلع من الشارع وبيبقى شاب الحارة وبيدفع عنها بس بيستخدم ادوات معينة، ما هو ده موجود في بعض المناطق. وعلى الناحية التانية الموجة اللي طلعت بتاعت انه ما هو احنا يا جماعة لما قدمنا مسلسلات هادفة وناقشت قضايا لمسة الناس وقضايا بشكل شيك وحلو، الناس تفاعلت معاها. هدي النقطة، انه انا بشوف او يعني حتى اللي قريناه ودرسناه وبحثنا فيه طول الوقت بيفكر هل هي وسيلة كشفة ولا وسيلة مغيرة. الحقيقة انه المفروض تبقى الاثنين، وسيلة كشفة تطلع من تحت قوي ده، ولكن هادفها للتغيير. يعني وانا بطلع المشكلة، يعني انا بشوف انه الصفحة اللي ظهرت على انستجرام مخفية بتتكلم على قضايا التحرش كانت فكرة عظيمة جدا. ليه؟ لان احنا كنا اول ما بنعرف بيانات واحدة من اللي بيقدموا بنهب نعمل عليها طب خلاص هتسحب القضية، ولا خلاص مش هتتكلم، ولا هنفضحها علشان نقول اصل دي اللي تحرش بيها في الحتة الفلانية. فدي كانت وسيلة كشفة مغيرة، كشفت انه في شخص ما بيعمل جرائم، وغيرت الطريقة النمطية اللي كانت بتعاني منها البنات انها تستخدم اكاونتات مجهولة وتتكلم بشكل مجهول، فقدرنا فعلا نسبورت في القضية. فانا بشوف من غير مقاطعة كلامك يمكن، بس تعقيبا على النقطة دي، النقطة دي حركت وزارة التضامن وخلتها تعمل مبادرة كانت مع المجلس القومي مع قطاع الداخلية كله، مع المجلس القومي للمرأة والتضامن، ان هم عملوا مبادرة لتوعية البنات للحد من جرائم الالكترونية. بقى خلاص بقى في جلسات وبقى في توعية وبقى بينزل مختصين ويقعدوا معاهم ويعملوا جروبس كبيرة، وبقى في خط كمان لتلقي الشكاوى دي في المجلس القومي. لا بصراحة ده كان فعلا فجر المشكلة وقدرنا نعمل لها حل، وكان حل فعله كويس جدا. للأسف هي المبادرة خلصت، بس احنا ممكن يعني ممكن نكمل ونعملها تاني. في السؤال اللي انا لسه كنت هكمل اجابة السؤال ده، الحقيقة ان افشل حد يتابع انفلور خالص، يعني فشلة جدا في الموضوع. بس اعرف بسند لا ايه اسباب الفشل. طيب هي متعلقة شوية بالكوميتمنت مع الموبايل. انا شخص فاشل انه يمسك موبايله طول الوقت ولا يحضر حاجه بشكل سريع ولا كده، فدي غلطتي يعني. بس انا عارفه بسنت وعارفه طبعا الحبيب وعارفه استاذ مصطفى، وانا اسفه لو بقول لقب مش لقب حضرتك، انا اسفه انا ما اعرفش صدقني سامحني يعني شيخ مصطفى سامحني على راسي يعني، وطبعا استاذ ايمن لانه احتكيت بيه على ارض الواقع وعلى السوشيال ميديا. بس بعرفهم منين؟ بعرفهم المجتمع. اصحابي كلهم لما جيت اسافر قالوا لي ادخلي دي بسنت عامله فيديو عن الدوله دي وروحي شوفي هي عامله ايه. فهي بتغير في الوعي الجمعي. هي بتغير في الوعي الجمعي. انا عرفتها اصلا من الجمع اللي حواليا. الشيخ مصطفى والحبيب طبعا يعني
انا اصحابي والكوميونتي اللي عايشه فيه كلهم مسلمين، ويعني بحب اسمع منهم، هما بيشاركوني يعني. فيديوهات حضرتك كانت بتتبعت لي عشان اسمعها وتغير من تفكيري، فدي حاجه يعني انا بشوف انه الوعي الجمعي بيتغير بيكو، بيتغير بيكو، بس عشان خاطرنا غيروا الوعي الجمعي بطريقه سلسه من غير اي دفعه كده، عشان ما نحسش انه احنا بنتزق ناحيه حاجه معينه، غيروا لنا بالطريقه يعني. حس يعني ما يعني ما اعرفش يعني، انا تابعت حضراتكم طبعا وشفت فيديوهات، بس اللي اقصده انه لو ليك يعني انتوا بتغيروا في الوعي الجمعي وبتغيروا في الناس، والناس بتسمع لكم وبتعمل كل حاجه، بس خلوا طول الوقت الرساله مناسبه يعني. ده بس انت ممكن ايه؟ طيب مثال من غير حرج، حتى لو حاجه سلبيه ارميها عليك. او على او على مصطفى. ايوه ارميها على الجنب ده، الجنب ده. طيب طب انا مش هرميها على حد معين، بس هرميها مثلا على ولا على رجال دين من دين معين، بس هرميها على رجال الدين بشكل عام. طبعا بحكم ان انا شخص ليا دين، فبتابع ناس، وعلى الناحية التانية بسمع لناس، والمناظرات يعني ما خلتش. ف الحقيقة انه تعريف المتدينين صعب قوي. انا ساعات كتير بحس ان انا شخص مش متدين ومعرفش ربنا، فالنمطية تجاه تعريف معين صعبة وبتكسرنا كتير وبتكسر مننا. فانا بحس انه لو انا قلت للشخص دي جايد لاينز، بس انت عندك طاقه، طاقتك دي ممكن تتبع اتنين، وطاقه الشخص تتبع سته، وطاقه ايه تتبع تلاته، وربنا هيحاسبني على الاتنين عشان انا طاقتي ما تجيبش غير الاتنين، بس هيحاسب طاقه ايه على التلاته عشان طاقه ايه تجيب تلاته. لكن النمطية اللي بتيجي في الألفاظ والتعريفات بتكسرنا، بتحسسنا انه طب هو انا المفروض ارجع لورا واسكت ومش هتابع لغاية ما ابقى متدين، او هفضل اتابع واحس ان انا طول الوقت خسران 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 خسران، وانا يعني جايب 0 من 20 تمام. بس يعني سامحني، انا اسفة جدا لحضراتكم يعني. لا دي الامثله دي اهم يعني هو مثال عام، ومن اللي ممكن اكون شفت كذا فيديو. بس طب انا سؤالي لبسنت، الرساله انت بتعملي ايه عشان تعملي رساله تقدر توصل لفئات مختلفه؟ يعني اشرحي لنا كده الاليه. يعني انت لو بتيجي تفكري تعملي فيديو بتفكري في ايه الاول؟ خطوات كده عشان كلنا نبقى عارفين انت بتفكري ازاي. هننافس احنا. هو اول حاجه انا معجبه بنيفين قوي. معجبة جدا وطريقة تعبيرها ودقيقة جدا. وقبل ما اقول لك على الرسالة يعني كنت عايزة اقول ان انا انت قلتي ان السوشيال ميديا اما هي رسالة بتكشف عن الوعي الجمعي او ان هي بتؤثر في الوعي الجمعي. انا شايفاها ان هي مش الاتنين مع بعض، هي بشكل كبير جدا هي بتكشف عن الوعي الجمعي. ومش المفروض ان انا اسمي مؤثرة علشان انا عندي قدرة ساحرة على التأثير يعني، او عشان انا عندي رسالة اصيلة انا شغوفة بها وبقدمها للناس. لا، لان في ناس تانية هي بتأثر رغم ان هي ما عندهاش رسالة اصيلة وما عندهاش اصلا محتوى، وبتطلع تقول اي حاجة وتفرج الناس بيتها وخلاص، ما عندهاش اي محتوى أصيل شغوفة بيه علشان تقدمه يعني. وعلى الرغم من ذلك هي بتؤثر، هي بتؤثر علشان هي اسمها مؤثرة، ولا علشان انت اللي أتحت لنفسك ودماغك الفرصة ان هو يتأثر بالحاجات دي. انا اعتقد ان نيفين هي اكتر واحدة فينا هي قادرة على التعبير ما شاء الله عليها بشكل دقيق وبشكل واضح، عشان هي اكتر واحدة بعيدة مننا عن عالم السوشيال ميديا والمؤثرات بتاعته. فاعتقد ان هم يعني هم بقى مؤثرين مش عشان هم عندهم القدره على التاثير، ولكن علشان احنا اللي بقى بقينا نبعد عن
مصادر المعلومة الأساسية والأصيلة وبس قاعدين بنتفرج على الناس دي ليل نهار، سواء كانوا هم فعلا مؤثرين بشكل مفيد أو بشكل مضر أو بدون أي شكل حتى، ولا مفيد ولا ضار. بالنسبة إن أنا سؤال بتاع حضرتك، يعني هو أنا يعني الاسلوب اللي انا بتبعه في ان انا بعمل فيديو، ان انا بحاول اعمله بشكل بسيط خالص بحيث ان الصغير يفهمه والكبير يفهمه. يعني بتالي يعني اعتقد ان ده من نعم ربنا علي ان انا بقدر ابسط الحاجة بشكل كبير، عشان كده ناس كتير قوي يعني اتكلمت في التاريخ وفي الاثار بس الناس ما كانتش مهتمة، بس انا بقولها زي يعني بتعامل مع اللي قدامي ان هم عندهوش فكره نهائي خالص عن عن الحاجه اللي انا بقولها، وبالتالي بقولها بشكل مبسط خالص عشان توصل له. بس في نفس السؤال، يعني نبيل طرحت الرساله شكلها ايه؟ رساله مين؟ انت عايز توصل كلامك للناس بصوره بسيطه، فنبيل بتقول في بعض الناس بتوصلها بصوره معقده، في رساله مش بتوصل اصلا، في رساله بتوصل وتتشتت. طيب انا يعني بما اني مسكت المايك فهقول ايه، اتكلم في اي حاجة. انا كان نفسي في موضوع الامثلة اقول على بعض الامثلة، وكان احد الاسباب ان انا سألت حضرتك السؤال بتاع الفيديو، وانا كنت شايف ان انت او حضرتك محتاج ترد عليه. ليه بقى؟ لان هو خلاص مش هرد. حضراتكم ليكم رسالة من زمان قوي، من قبل السوشيال ميديا، من قبل كل حاجة، كان واخترتوا هذا المنهج بشكل صريح، وحاجة يعني إن شاء الله تؤجروا عليها وحاجة محمودة جدا يعني. فمشكلة الناس اللي بتتأثر دلوقتي هي زي ما بسمت قالت كده، هي فكرة إنه هو سمح لنفسه يتأثر. فعشان حضراتكم ليكم رسالة وليكم منهج، في مسؤولية معاها، انما الناس اللي ظاهره دلوقتي ما عندهمش مسؤوليه، افتح يلا بينا مش عارف ايه صباح الفل وبتاع، فهو طالع، فهو ده المحتوى اللي موجود حلو، بجانب انه في بعض المحتوى التاني زي الميمز. بمناسبه الميمز من اكتر الحاجات اللي اثرت على، هو في ناس قاعده مش فاهمه الميمز، فاشرح لنا. انا حاولت اقول هي ميمز، يعني الناس بتقول عليها كوميكس ناس، بس هي الميم عامه هو ماده منتشره جدا على السوشيال ميديا، وبتستخدم معظمهم للسخريه. زي مثلا زي ايه؟ زي عادل، حد عارف عادل شكل مثلا؟ عادل شكل شخصية مشجع لنادي في الاسكندرية، في اتحاد الاسكندرية، فهو فعلا ما فيهوش اي يعني ما بيقدمش اي حاجة خالص، ولكن هو اتعمل ميم فبقى ايقونة نوعا ما، من كتر ما هو بمناسبة هو جينوين جدا، يعني هو اوريجينال جدا، عشان كده الناس متأثرة بيه، وحاسة ان هو صادق، يعني هو مش بيحاول ايه، عشان كده مثلا يجي يقول حاجه بيقول اي حاجه. ان مثلا الاستاذ مصطفى او الحبيب لما يجي يتكلم هو بيحسب كل الصوره دي مثلا ميم، اللي هي بتاعت الولد اللي مكشر لما يقولك مش عارفين، لما ماما تخش مش عارف ايه عليك وتلاقي مخبي كنزات البيبسي، حاجات كده يعني. والله لسه اتبعتت لي النهارده وقاعد اقول هو مين الولد ده اللي اتبعت لي. فده الميم. فالميم ساعه الثوره وبعد الثوره كان من اكبر الحاجات اللي ممكن تغير الثقافه. ليه؟ لان احنا بنخاف من السخريه والعيب اكتر من خاف من الموت. ده الرئيس على فكره اعترض على مشاكل في مصر بالطريقه دي كوميك، وده الرئيس بالظبط حاجات الدوله المصريه دي. مين ممكن يغير ثقافه شعب بشكل صريح وبسيط وسهل جدا جدا؟ فالميمز لما طلعت مثلا على حاجات كتير في الدين، فابتدت تشكل عند الناس نوع، خلاص انا اسف، ده تشكل نوع معين من انواع الثقافه. انا كنت شايف ان الدور اللي رد هنا الميم دخل في الميم في ميم كتير مثلا بتاعي، زي مثلا موضوع الفيديو بتاع استاذ مصطفى حسن، هو ده اتعمل ميم. ليه؟ لانه لو جبته من 2007 ل 2021 هو لا يمد الرصد، بس ما بقاش فيه صوت، لا هيجي ماشي، هو لا يمد الواقع بصوره دلوقتي. فحست الناس اللي بتنشر الميم ده ان الاستاذ مصطفى حسن ده مش عايش معانا. ليه؟ كان شايفت ان الرد مهم. ليه؟ لان هو عنده دلوقتي في دماغه ستيريو تايب معين ان الاستاذ مصطفى حسني معزول مش معانا اصلا، يعني مش ده بيقول لك رشقه عيب، انا اسف يعني
بس بقول لك ايه يا استني يا اصل هو ايه الناس دلوقتي بتقول الفاظ اسوأ بكتير قوي من دي بعدتش السخيله دي لفظ محترم دلوقتي فالناس حاسه ان حضرتك معزول اصلا دلوقتي ايه لما الحبيب مثلا طلع له حبيب كان في فيديو كان مش عارف ايه وكان الموضوع طلب المدد والكلام ده كله وقال الحبيب شيعي ومش عارف ايه والكلام ده كله وما اعرفش حضرتك رديت عليه ولا لا بس عارف ان هو في ساعات كتير ما بينتشرش بنفس انتشار الكده لانه ليه بقى لان الناس برضو حاسه ان في ايه في بري هما الناس دي اكيد ما بتقعدش زينا ما بيتكلمش زي ما يعرفوش عشان كده رد حضرتك رديته عجبني جدا لو طلع في فيديو على تيك توك بالمناسبه على تيك توك بهذه البساطه وممكن كمان يعني انا اسف ان انا واخد راحتي في الكلام بس تخيل تخيل لو انت بتقلد الفيديو بقى بتضحك عليها بتقول انا كان قصدي كذا كذا ان انا كنت طيب وكذا كذا وكان نفسي الناس كذا كذا تخيل دي انا 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 يعني مش عايز اكون واثق قوي يعني بس تخيل انه في فرق كبير قوي فتحصل ان الناس بتنظر ازاي للاستاذ مصطفى حسني الناس حاسه ان هو ايه ده متابع ده بيكلمنا عادي كده ايه ده طب ما تيجي نشوف هو بيتكلم في ايه تاني في 2021 في هو اتغير ايه من 2007 عن دلوقتي ده بيستخدم تيك توك هو معانا عايش معانا في الحياه فاهم ازاي لما الاقي الحبيب بيتكلم على حاجات بس طبعا احد مشاكل انا اسف تطرقت لمواضيع تانية بس انا من حب يعني للموضوع ده سبب ان احنا قاعدين النهارده ازاي بنقصر في الموضوع معظم البرامج الدينيه لما تيجي تتفرج عليها تلاقي الديكور مبهر جدا 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 انا كمشاهد اكتر حاجه بحسها الناس دي مش عارفه معايا تلاقي ديكور عظيم وبتاع وانا بالمناسبه شغال مخرج اعلانات فانا عارف مثلا ان في تلاقي كارم محمود مهندس ديكور مثلا كان بيعمل حضرتك حاجه تعمل ديكور على مساحه 1000 متر تخيل فاهم ازاي وتلاقي الناس بتطلع تتريق هو مصطفى حسني طالع يقول الزهد مش عارف ايه وهو عادلي في ديكور مش عارف عامل ايه والكلام ده كله وبص مش عارف الشيخ علي جمعه راكب عربيه ايه فبيحسوا ان ايه الناس دي مش عايشه معانا والديكور ده مش قاعد معانا رغم انه في مثلا ليه ناس بتحب الشيخ مبروك عطيه لانه بسيط جدا يعني زينب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها هو بيخاطب هو ذكي جدا في حاجه زي كده فاللي احنا محتاجينه سبيسيفيكلي عن طريق السوشيال ميديا ان احنا نديفلوب هي الناس بتفكر ازاي لان هو بصريح العباره مهما كانت عندك هدف قوي وصريح والناس تستحق انها تسمعه مش هتسمع مش شرط لان هو الفكره كلها هو انت المفروض تخش له ازاي دخلته ازاي ساعة 2007 وساعة البداية البرامج الدينية اللي كانت على الإقرأ وكانت أستاذ عبد الخالق حضرتك وبرضه كانت الحبيب برضه كان ساعتها كانت حاجة قوية جدا وكانت سبب تأثير قوي جدا الناس كانت ماشية بتأثير قوي جدا لم تعد تناسب عصرنا الحالي فبالتالي هي محتاجة ديفلوبينج في طريقة الكوميونيكيشن احنا ازاي بنتواصل معاهم عشان الناس حاسة ان احنا في بارير ساعتها كانت مؤثره جدا احنا كنا بنسمعها على الراديو بنسمعها متشرجه وبنستنى على تلفزيون في دلوقتي ما بتفرجش على التلفزيون اصلا ازاي فبحس انه بسبب مسؤوليه الناس اللي عندها الرساله بتخاف جدا من المحتوى بتاعها وبتخاف انها تقول حاجه مش على فمعظم الناس معلش يا فندم ايه مستوى التبسيط نوصل لغايه فين مش مستوى التبسيط انا مش بدور على تبسيط قوي على قد ما ندور على احنا نقطه حوارنا فين احنا النقطة المشتركة ما بيننا فين انت قاعد فين انت لو قاعد على القهوة هجيلك على القهوة فاهم ازاي ماشي انت قاعد على القهوة وانا بكلم ناس في مؤسسة الطب مثلا يعني مش بقول كده عشان احنا بنعمل حاجة غلط دلوقتي بالعكس اللي بنعمله ده هو دي بداية النقطة ان احنا حضرتك عملت المبادرة او المؤسسة عملت المبادرة عشان نشوف السوشيال ميديا بتشتغل ازاي وعايزين نتكلم مع الشباب مش عن الشباب فدي اول نقطة ده الصح فهي دلوقتي انا دلوقتي الناس قاعد على القهوة هروح اعرضهم في القهوة هقول له مثلا انت بتقول مثلا شعيب مش هيسمعني مش الفاظ المولود بس اول حاجة هطلب انا مبسوط ان انا واخد جزء كبير من حياتك لا بالعكس 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 انا والله لما شفت ابتدى انا حزنت شوية ليه لان انا عارف حضرتك قد ايه بالعكس انا كان نفسي اكلم حضرتك واقول لك والله العظيم انا اديك اخر 10 ثواني لا اصل ده موضوع مهم اصل اخر 10 ثواني فهي الفكره كلها ان احنا نشوف نهضه الحوار ما بيننا عامله ازاي نشوف الناس اللي بتاثر فيهم هم مش ناس مؤثرين عندهم رساله اثروا فيهم لا هي ناس من كتر ما هي اوريجينال من كتر ما هي بسيطه
طلعت عاملة بالشكل ده. طب الناس دي ايه عوامل البساطة المشتركة فيهم؟ يعني هما بيعملوا ايه احنا كناس عندها رسالة ما بنعملوش؟ احنا بنكلف ديكور مثلا بسيط، ناس دي طالعه بموبايل كذا كذا كذا، فتعال نعمل كذا. الناس دي بتتكلم بلغه بسيطه، تعال نتكلم بلغه بسيطه، قد تكون ليست ادبيا باحسن حال، قد تكون تادبا مع الماده. طب الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيتكلم ازاي؟ كان بسيط مش عارف ايه وايه، ومثلا ويتكلم على مثال في القران يقول لهم ايه الشمس يقول لكم يا اولاد الكلب مش نازل. تخيل هو بيتكلم من حاجه في القران بس بيتكلم بالفاظ عشان الناس اللي قدامه سمعه بسيطه وبتاع، فكان الكاريزما بتاعته مأثره ان هو ايه على الكرسي بتاعه في المسجد بيتكلم بابسط الحاجات وبيتكلم بامثله ممكن تقولها في البيت. فهو كان انفلونسر عظيم. كان يعني لو لك عنده سوشيال ميديا دلوقتي واكشن، بصيت على الصفحات اللي بتاعت السوشيال ميديا بتاع الشيخ شعراوي دي عظيمه جدا ازاي. عشان هذه البساطه، فانا كنت حاسس انه الناس مش مؤثره عشان هم عندهم رساله، هو عشان الناس اللي عندها رساله عندها مسؤوليه كبيره قوي، في خايفه فعامله الندوه زي دي تسال عشان تشوف مسؤوليتها، عندها مسؤوليه الكلمه. ف الناس التانيه دي مش مؤثره، بس هم عشان ما فيش محتوى غيرهم ابتدوا ياثروا، لان انت مفتقد النموذج. يعني انا انت قبل بسنت كنتش فكر تروح المتحف، وكنتش فكر في كذا كذا بتاع، فجاه بسنت انا لسه شايف فيديو بتاع المتحف اللي خدت فيه اولاد اختي بتاع. انا فعلا يلا بينا نروح المتحف وبتاع، هروح هركن عربيتي وبتاع، قريت كل حاجه فاهم ازاي. مش معنى كده ان الناس كانوا ما كانش فيه رساله، ما كانش فيه اصلا حاجه، فالناس التانية مسيطره عشان ما فيش اصحاب الكلمه اصلا عندهم مسؤوليه وخايفين من المسؤوليه بتاعت الكلمه دي. فربنا وفقنا. انت كده خدت كل، انا خدت كل الحاجات. انا عايز بس ادي اخر يعني بعض الكلمات قبل ما افتح الباب كده لسؤالين من عندنا على الزوم. ايمان رئيسه اتحاد، اول رئيسه اتحاد طلاب بنت، رئيسه اتحاد طلاب جامعه كفر الشيخ، وهي جايه من كفر الشيخ حقيقي، عشان كده بعتذر عن التاخير جدا. فانت طبعا يعني سمعت جزء من الحوار على المؤثرين، انت مين هم؟ ايه هو تعريف المؤثر عندك اصلا؟ وازاي بتتاثري بيهم؟ وشايفاهم ازاي بيبقوا ناجحين؟ او هم بيعملوا ايه؟ الاول مساء الخير على حضراتكم، انا مبسوطه جدا ان انا معاكم. انا مهندسه ايمان، اول فتاه ترقص زي ما دكتور يوسف شرف وعرفني. انا اول فتاه ترقص اتحاد طلاب جامعه في تاريخ مصر، وشرفت بتكريم رئيس الجمهوريه والمدير التنفيذي لرابطه الاتحادات الطلابيه للخريجين. الاول الموضوع النهارده انا بشرف ان انا قاعده مع حضراتكم، حقيقي حضراتكم من الناس المؤثره. يمكن هبتدي من اخر جزء دكتور يوسف سالهوني، وهو حضراتكم انا شايفه يعني بالنسبه لي رول موديل جدا للناس المؤثره، واللي احنا عايزين يبقى كل الناس زي حضراتكم. الحقيقه السؤال يا دكتور كبير شويه على اللي احنا بنعيشه دلوقتي. السؤال اللي احنا بنعيشه دلوقتي ان احنا بقى عندنا منتاليتي مختلفه جدا بين الشباب، بقينا شايفين النماذج اللي بتتصدر زي ما انت قلت يمكن حضرت كلمتك، وكتير منها حقيقي للاسف ان كتير من الناس اللي بقت بتتصدر المشهد واخده المشهد وقادره انها تاثر في عقول الشباب، الناس اللي مش مؤثره، الناس اللي مش بتقدم محتوى احنا عايزين نوصل له. الناس دي بتقدم محتوى انا شايفه انه مش هو ده اللي احنا عايزين نحققه عشان نحقق تنميه حقيقيه للناس. احنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل على افراد قبل ما بنشتغل على المجتمعات، وللاسف احنا محتاجين نهتم بالافراد اكتر من كده. ان احنا سايبين كل الناس وكل النماذج اللي هي غير، انا شايفه انها غير مسؤوله، ومش قادرين ان احنا نكنترول على الموضوع. الموضوع بقى مفتوح جدا، بقى اي حد بيقول اي حاجه في اي حته، وبقى اي حد نموذج للشباب، ومبقاش الشباب عندهم زي اطار معين كده هو ده اللي هنقتدي بيه، ولا هو ده اللي هنسمع كلامه، ولا هو ده اللي احنا نسمعه. زي ما احنا يمكن الشيخ الشعراوي او حد بالنسبه لنا كان دايما عندنا طول الوقت حد كده رول موديل، اول ما بتيجي سيرته كل الناس بتتفق عليه. دلوقتي لا، للاسف كل الناس بقى عندنا، كل مجموعه من الشباب شايفين ترند معين، كل شوية ترند يجي ايا كان نوع الترند وايا كان نوع الحاجة وايا كان، كلنا بقينا منسقين في السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه. انا من وجهة نظري شايفة ان ده تقصير من حاجات كتيرة جدا من الناس اللي عندهم اصحاب رسالات، ان هم مش قادرين ان هم يوصلوا للفئة دي. شايفة تقصير من المجتمع كمان، ان هو مش قادر ان هو يشتغل على عقول الشباب فيخليهم قادرين يبصوا للنماذج الجميلة اللي عندنا دي. شايفة ان في تقصير من كل الافراد، من الناس نفسها، يعني من الناس المؤثرة بقى، سواء اللي بتقدم محتوى او سواء اللي مش بيقدموا محتوى، بس هم على وعي وفهم قد ايه ده بيحصل انحدار
انتشار في المستوى الثقافي بالذات. انا يهمني جدا الجزء الثقافي والاجتماعي قد ايه بينحدر يوم عن يوم، قد ايه كل يوم سلوكياتنا. يمكن انت بتقول لي الكلمه اللي انت بتقولها دلوقتي، وناس بتقول انا يمكن استل من الناس من الشباب اهو في الفئه العمريه اللي الشباب شايفه ان ده بقى عادي، انا استل لسه شايفاه انه مش احسن حاجه وانه ما ينفعش يبقى ده متاح. فكم حد بقى لسه بفكري ده هبقى انا في وسط اصحابي وسط زمايلي وسط الجيل بتاعي قديمه ومش متواكبه مع الموضوع. فهي الفكره ان احنا للاسف ما بقاش عندنا اخلاقيات واضحه، ما بقاش عندنا دين واضح للناس او رساله دينيه بتقدم بشكل مهذب، ما بقاش عندنا رساله مجتمعيه وثقافيه قادره انها توصل لكل الناس وتقول لهم قد ايه ان احنا عندنا هويه وعندنا مبادئ. فكره الانفتاح والعولمه ولا شيء، ما عندناش اي قيود على اي حاجه في ولا مكان، ده بقى شيء مبالغ فيه من وجهه نظري جدا. شايفه ان احنا عندنا لازم يبقى فيه خطوه حقيقيه من المجتمع المدني. يمكن زي ما قلت ان احنا هنا النهارده علشان نقول ان ده بدايه الخطوه، ان احنا نبتدي نقول يا جماعه فين المشكله ونبتدي نحلها. المشكله كبيره وانا شايفه انها مش مشكله صغيره خالص، لان احنا لو فضلنا سايبين الموضوع منفتح بهذا الشكل فاحنا كل يوم هننحدر اكتر، اخلاقياتنا هتبوظ اكتر. كان زمان يمكن فيديو كده كان انتشر فجاه فتره حد من فيلم قديم، واحده سيده معديه من جنبه فهو اوتوماتيك بعد عنها. الفيديو ده خد ترند فتره والناس قعدت تقول شايفين ان احنا زمان كانت البنت بتعدي جنبنا فبنحترمها ازاي، دلوقتي كتير من الاخلاقيات دي مش موجودة. فهي احنا بالوقت فضلت التأثير ان احنا اخلاقياتنا دي احنا ما عندناش فكرة ان احنا عايزين نكسر قيود وخلاص، عايزين نكسر قيود وخلاص. طب هي القيود دي حلوة؟ طب هي الاسس والمعايير دي طبيعية ومنطقية واحنا عايزينها؟ لا، فكرة التحرر بقت فكرة ظاهرة كده ظهرت في المجتمع ان احنا كلنا عايزين نكسر القيود وانت ما حدش حكمك وانت مش عارفة ايه. ده حلو وجميل فكريا بس مش فكرة اخلاقيا وثقافيا. في النهاية احنا عندنا اسس ومعايير لمجتمع محترم، لمجتمع عايزين نفضل طول الوقت عندنا هذه الاسس، عندنا دين بنحترمه. انا شايفة ان كتير من الرسالات الثقافية وان كان يعني الرسالات الثقافية والمجتمع المدني مقصر جدا جدا في انه يشتغل على عقول الشباب بشكل ده. فكرة ان احنا عندنا الاف وملايين ملايين الشباب بتنبسط بفيديو غير هادف وغير محترم وغير في ما عندوش رسالة من اي نوع، فيبقى احنا عندنا مشكلة حقيقية في المجتمع ان انت شايف ان دي حاجة كويسة، دي كارثة لما الحاجة الوحشة احنا شايفينها دلوقتي كويسة. فيبقى عندنا مشكلة كبيرة ولازم تتعالج، لازم تتعالج من كل كافة قطاعات المجتمع مش من حد واحد، لازم تتعالج من زي ما بنقول ثقافيا وسياسيا ومجتمعيا وكل ده. لازم يبقى فيه اسس ومعايير حقيقيه وحوار مختلف. يمكن احنا الشباب اللي اصلا قادرين وموجودين النهارده هم عندهم اصلا فكر وعندهم رؤيه وحاجه عايزين يعملوها، فبالتالي قاعدين في مكان زي ده. بس الاف ملايين غيرهم اصلا لو قلنا لهم تعالوا احضروا لقاء زي ده مش هيبقوا مهتمين. فاحنا الفكره ان احنا نزرع جواهم ده. يعني انا مش عايزه اطول على حضراتكم بس انا بجد بشكر حضراتكم على الرسائل العظيمه. يمكن انا من اشد المعجبين لهذه اللقاءات من لحضراتكم بشكل شخصي. فهي احنا عايزين نبقى عندنا كتير من ده، عايزين نبقى قادرين ان احنا نوصل بقى للناس المختلفه في القطاعات المختلفه. يمكن حضرتك دكتور يوسف يعني مساعد وزير الشباب ولكنه قريب من كتير جدا من الشباب في مجالات مختلفه، بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا بطريقه سلسه وقادر يوصل ليهم وكل حد بفكره. فعندنا كان دكتور يوسف في قطاعات مختلفه من الدوله. الله هيقولوا دعيك عشان تقولي كده. لا يا دكتور. شكرا يا امان. انا بس عايز قبل بقى باخد الحوار بس دقيقه واحده، اللي رفع حد لو رفع ايده هنا وعايز يتكلم، في حد بقى من الاي تي؟ ايوه قلبي ورا. فاسماء اتفضلي اتكلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. اسماء القرش من مصر كعام سند بمحافظه الفيوم. في البدايه بشكر القائمين على المنتدى وبشكر دكتور يوسف برداني على اطاره المنتدى واسئلته الرائعه. في الحقيقه كمان انا نفسي اعمل برنامج تلفزيوني يكون بيتكلم عن مشكلات الشباب، لاننا النهارده اكتشفنا كمان ان دكتور يوسف مذيع ما شاء الله عليه. يعني وانا الشيخ مصطفى انه يكون في تنسيق مع حضراتكم لعمل سلسله من الندوات بنناقش مشكلات الشباب، ما تكونش دي اخر لقاء،
واهم القضايا طبعا المجتمعيه والمشكلات اللي بتواجه المجتمع. زي ما بنشوف دلوقتي في تحرش، في جرائم قتل، كل المشكلات المنتشره حاليا، التنمر وغيرها من المشكلات بدأ يكون من خلال كلاب هاوس. شكرا لحضرتك. شكرا يا اسماء. هل في حد تاني رفع ايده؟ لا كده خلاص اعتقد. في حد عايز يسأل تاني؟ طيب او يشارك يعني اي مداخلة؟ ممكن نعمل سكرول داون؟ خلاص اعتقد هي واحد بس. طيب استاذة حسيبة سراج تفضلي. السلام عليكم، كل سنة طيبين وما شاء الله عليكم، كانت حاجة جميلة جدا وان شاء الله دايما بتقدم ورقية بإذن الله. وشكرا لدكتور يوسف على الموضوع الجميل. لا طب يعني هل في مداخلة؟ سؤال يا حسيبة، رأيك ايه في الموضوع اللي انت سمعتيه يعني؟ طيب شكرا. حبيت بحاول ادخل النت عندي صراحة ضعيف جدا جدا يعني. طيب فشلنا كده، شكرا يا حسيب. طيب طب كده خلاص ما فيش حد. انا هنا بس هاخد يعني لإدارة افضل لان احنا داخلين على ساعتين ولا حي بحب التزم يعني بالوقت. فانا انت خدت نص ساعه شد الكلمه. انا هدي اللي عايز يكلم بالظبط 30 سنه لان احنا هنجتمع كتير ان شاء الله يعني في وقت. فالاول ساندي. عملت زي conclusion للاجتماع النهاردة، لقيت ناس كتير عايزين ان هم يحطوا قيود على السوشيال ميديا، بس انا ضد الجزئية دي علشان يعني طول عمرها كان في ناس فتاين كتير، معلش اسفة على اللفظ، بس كل واحد لازم يبقى كل واحد لازم يبقى عنده عقله وتفكيره، حتى لو هو شايف ان الشخص ده مؤثر. هو احنا مش لازم نقارن نفسنا بالشخص ده، مش لازم ابقى النسخة منه لما اكبر، يعني لازم اكون احسن من امبارح. يعني بالنسبة لي لازم كل واحد يبقى عنده عقله وتفكيره. ماشي انت سمعت 100,000 معلومة النهاردة، مش شرط ان كلهم صح، يعني لازم تحلل ده في عقلك وتشوف ان ده صح ده غلط ده على اي اساس مبني. وبرضو انا ضد المواجهات او يعني في ناس حضرتك قلتي ان في القانون انه بيوقف يعني الشتايم والحاجات دي اللي بتحصل على الكومنتات، بس لحد دلوقتي ده منتشر جدا، بيكتبوها بالفرنكو ومحدش بيقفشهم. يعني شكرا. انا بس عايزه اعقب على حاجه انت قلتيها يا نيفين. انت كنتي بتقولي لهم انه احنا مش عايزين نحس ان احنا كاننا مسؤولين علشان نروح تبع تيار معين. انا بس عايزه اقول مثال للشيخ مصطفى، انه كان في فتره برضو وقت الموجه بتاعه التحرش، وكان في شخص ادعى ان في تبريرات ممكن ان احنا نبرر بيها الفعل. ما علينا، المهم فحضرتك انا ما اعرفش الفيديو ده حضرتك كنت مصوره وقتها ولا هو قبلها، بس الناس فوقتها حضرتك نزلت فيديو بتقول انه مش الطبيعي ابدا لما يكون في ضحيه ان احنا نقول لها اي حاجه غير ان احنا نهديها وان احنا نحاول نجيب لها حقها. وقتها في بعض البيجات اخذت الفيديو ده وكانوا شايفين انه هو حضرتك بتحاول تعمل ترند معاكس للترند بتاعه، بس كان الأغلبية كانت بتقول إنه حتى لو الموضوع كده فإحنا محتاجين حد موثوق يجي يقول لأ يا جماعة هو الكلام ده دينيا مش صح، مفيش حاجة اسمها كده. فده نوع من أنواع الموجة اللي إحنا محتاجين ماشي نحس إنه أوكي حتى لو الكلام ده يعني صح وإن إحنا مفروض نفكر، حد بيوجهنا إن إحنا نفكر بطريقة معينة، فتمام دي مش حاجة مش مشكلة طالما إن أنا هقبلها أو أرفضها يعني. هل في حد تاني؟ محمد؟ لا ثانية، أنا بس عشان يبقى كده يعني عشان بس الوقت. أنا اللي عايز أعقب في 30 ثانية ولازم مش تعقب على نقطة معينة، ممكن على إجمالي اللي إحنا قلناه كله. هو دلوقتي يا دكتور معظم الحديث مثلا إن على السلبية بتاعت الفيسبوك أو تويتر أو الكلام ده كله، مفيش حد مثلا يتكلم على الإيجابيات بتاعتها. ما في إيجابيات كتير جدا، مثلا معظم الناس مثلا دلوقتي في معظم مثلا القاهرة والأرياف بقى التلفزيون بتاعهم الفيسبوك، بقى بيعرفوا الأخبار من الفيسبوك، بقى مثلا مؤثرين على الفيسبوك أعلى مشاهدة من المغنيين أو سوري المذيعين تلفزيون.
يعني مثلا حد مثلا لما يعمل محتوى مثلا مفيد مثلا للناس وفي مذيع على التلفزيون، درجه المشاهده بتاعه الفيسبوك بتبقى اكتر من التلفزيون. فيعني المشكله المشاكل مثلا دلوقتي بقى سرعه حل المشاكل لما تعرض على السوشيال ميديا، مثلا مشكله مثلا في الحته الفلانيه على السوشيال ميديا بتكون هي اللي اسرع للحل او المعرفه وبيكون في سرعه استجابه. بس وانا عندي تعقيب ان انا حاسس ان انا جيت يعني غلط، ان انا مش بشكل شخصي يعني مش مهتم بالشان العام من الناحيه دي. يعني انا بكتب بس يعني وحاجات فيكشنال معظمها. ف لا، الشان العام شامل على فكره يعني. يعني ما هو اكيد الحاجات دي بتاثر، بس انا اوبزرفر اكتر مني فاعل، يعني ما بحبش افعل، بحب غيري يفعل وانا الاحظ اللي بيفعله. بس انا يعني نظرا ان انا حاسس ان انا مش هاجي تاني، فعايز يعني لا خالص بالعكس، انا اتمنى ان ده ما يحبطش اي حد، لان انا فعلا ممكن ودي برضو انا انفلونسر بقى، فبعرف العب اللعبه دي. بس انا فعلا يعني مبسوط اني شفت ناس هنا كان نفسي اشوفها من زمان يعني، و وحاسس اني عايز اقول حاجة بالذات الناس المؤثرين في المجال الديني. وهو يعني في بوست شفته من حوالي شهور كده، سيفته عني لانه عجبني جدا. كان رجل دين مسيحي، وهو قال ان هو عنده تاريخ طويل، كتب في البوست ده ان هو كان عنده تاريخ طويل من الفهم الضيق والمتشدد للدين، الدين المسيحي طبعا يعني، بس هو نظرا لانه رجل دين مسيحي فكان مؤثر في شباب كتير في اسر كتير. وبعدين لما دماغه اتغيرت لما كبر، هو قال ان هو اعتذر في دروسه دي وللناس والكلام ده عن افكاره القديمه. بس هو رجع بقى كتب بوست قال انا اكتشفت ان ده مش كافي، لان في الاخر دي كانت افكاري انا الاصليه، انا شايف كده، وبعد شويه افكاري برضو الاصليه دي اتغيرت، لكن انا ما خدتش بالي ان انا كنت ببني للناس دي تصوراتهم عن ربنا. يعني انا كنت بقول لهم في تجديدي مثلا معين في اللبس مثلا عن الاخلاق، انا كنت بديله تصور ان ربنا ده هو بتاع مظاهر زي كده، ما انا مهتم باللبس اكتر من الاخلاق، وبالتالي خد مني يا صغير السن انت ويا اللي جاي تعرف عن ربنا، خد مني نفس التصور ده عن الله. فهو بيقول انا اكتشفت ان ده شيء بشع جدا وانا عملته، وانا ده اللي انا عايز اعتذر عنه بشكل حقيقي. مش عايز اعتذر عن الناس ضيعت وقت في مش عارف ايه ومسحت صور ايه ولبست لبس ايه، لا انا عايز اعتذر عن التصور الخاطئ اللي انا اديته لاولادنا عن الله. يمكن دي نظرا لان حضرتك بتعمل ده بشكل اوريجينال جدا، وده فعلا اهتمامك الاصلي، فانت مش حاسس ان انت لا هو انا معقوله يعني انا اللي بديكوا التصور عن لا دي الحقيقه، ده اللي بيحصل. مجرد ما حد بيطلع بيتكلم في الدين الناس بتبدأ تستمع وكأنه نبي وكأنه معاه وحي وكأنه هو بيخبر عن الله مباشرة. فللأسف هي دي المكانة اللي الناس بتديها ليه. فتغير الأفكار بيبقى مربك جدا ومفزع جدا للناس، وبيبقى فعلا ليه تأثير أكبر بكتير من الشخص نفسه انه حاسس لا والله يا جماعة والله انا كنت يمين فبقيتش مال، انتوا ليه متأثرين كده؟ لا ده كبير، ده تأثير كبير، لازم يعني امباكت ضخم وعنيف يعني. بس هستغل الفرصه واقول هذه. طب والله انا يعني على المستوى الشخصي يعني استفدت من كلام انت بتقوله جدا يعني، يعني كلنا والله لازم. شكرا. تعالى. لا انا بصراحه حابه اشكركم، اشكر القامات الرفيعه اللي اتشرفنا بوجودهم النهارده وكنا قاعدين معاهم وسمحوا لنا بالمناقشه وازاله الستار عن عقولنا جميعا. كلنا استفدنا من بعض، استفدنا من حضراتكم، واكيد حضراتكم سمعتونا في الواقع، فده بصراحه ممكن نطلع منه بتوصيات ومقترحات هايله جدا وتبقى فعلا نقطه بدايه اكيد مش نهايه خالص يعني. شكرا لحضراتكم. نبيه بس مش عايزين مداخله طويله. طيب دي اخر كلمه صح؟ طيب انا مبسوطه قوي ان انا قابلت حضراتكم، واقول لاصحابي ان انا شفتكم الحقيقه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندي تعقيب سريع وهقول انطباعي في الاخر. التعقيب السريع انه
وزارة الاتصالات أصدرت أنه في نهاية 2020 كان عندنا 62 مليون مستخدمي انترنت، هشيل منهم 8 مليون لأنه دي اتصالات واي فاي، فدول مش أشخاص حقيقيين يعني، وهيتبقى كده هيتبقى عندنا حوالي 54 مليون. 54 مليون لو قلنا منهم أقل عدد قد يكون عنده أكثر من وسيلة استخدام انترنت، فاحنا بنتكلم في انه العدد هيقل عن 50 مليون. 50% بس من الشعب المصري بيستخدم انترنت، زين في النسبة التانية دي أقل، ده أقصى رقم يعني، ده 50 مليون لو شلنا منهم التكررات هنوصل لأقل من 50 مليون، أقل من 50% من المجتمع المصري، احنا دلوقتي 110 أعتقد، ففي مش بيستخدموا انترنت. فوسائل التواصل الاجتماعي برضو لسه في كور، ما هيش ايه بقى الوسائل البديلة اللي بيأثر، انا بتكلم مستخدم انترنت، في ناس بتستخدم انترنت بتستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي يعني. فاحنا بنتكلم برضو في شريحة محتاجين نبص لها، وفي شريحة تانية مش موجودة. احنا دلوقتي ما بقيناش عارفين اللي بيتابع التلفزيون بيعملوا ايه، ولا ايه اللي بيحصل على الراديو، ده مخفي اصلا عننا دلوقتي، ما بقاش واكل الجو يعني. فدي حاجة بطرحها لحضراتكم وبطرحها يمكن نناقشها في مرة تانية. التوضيح اللي انا كنت حابة اقوله، فكرة البساطة في الكلام ملهاش علاقة ابدا بنوع الحاجة اللي حضرتك بتقدمها. انا بحب اسمع للحبيب عشان اللغة العربية جدا، انا من عشيقي اللغة العربية، وبحب اسمع للشيخ مصطفى علشان لمسة المشاعر، اللي هو في وقت انا ببقى عايزة حد يقولي انت ينفع تتوب وينفع تتقبل وينفع ترجع وينفع تاخد تاني وينفع تقوم من اللي انت فيه. دي حاجات، وعلى فكرة وبحب جدا الذوق بتاع الالف متر اللي حوالين حضرتك ده، بيديني احساس بالارتياح، فدي اذواق. ففكرة ان احنا نغير لانطباع واحد عشان اصل اللوكل هو اللي بيجيب، لا لا، في اذواق كتير وفي ناس موجودين هما بس ما بيدوش انطباعهم، ما بيشيروش، ما بيقولوش انه الديكور عجبهم، بس اللي ورا الاذواق التانية دول اللي بيتكلموا كلام ظاهر. فالطبيعة اللي احنا عرفناكوا بيها حبيناكوا بيها فما تغيروهاش. انا كان قصدي في النقطة اللي هي بتاعت ان انتوا ما تزقوناش، انه انا ما اخدش انطباعي عن نفسي من حضرتك، ما فهمش نفسي من حضرتك، ده كان قصدي بوضوح تماما. انا عايز احس بنهاية خطاب حضرتك انه في افكار مطروحة قدامي، بس مش هصنف نفسي في انهي فكرة فيهم، ومش هاخد فكرة عشان حضرتك قلتها، بس هرجع قيمها وهرجع افكر فيها وهرجع تاني اناقشها مع نفسي، ويمكن في وقت من الاوقات ابقى محتاجة اناقشها مع ناس تانيين واخد رأيهم. ده كان مقصدي. في النهاية تعليق ال 30 ثانية بالظبط، انا شخص رغاي سامحوني. اخر الصعيدية يعطوك الوقت اللي تريده الا الصعيد الله يبارك. تعليقي الحقيقة، انا استفدت من حضراتكم جدا جدا جدا، وحابة ان كل اللي احنا قلناه ما يوجهش حد ناحية اي حاجة، بعد ما نقعد وبعد ما نقوم ونسلم على بعض نرجع نفكر في الكلام اللي سمعناه. انا هفكر في الكلام اللي سمعته من عفيفي، وهفكر في الكلام اللي سمعته من كل المشاركات، وهرجع تاني، جايز اغير تصوري جايز لا، فده اللي احنا جايين عشان نعمله، فبلاش نغير من انطباعات بعض لمجرد انه احنا موجودين، وان شاء الله تتكرر في موضوعات تانية، واشوف حضرتكم على انا عندي سؤال للسيد الحبيب بناء على اللي سمعته. انا محمد، مسؤول التواصل في مؤسسة طابة، وبلوجر مدون ان صح التعبير من 2008، بس خطر في بالي الحديث الشريف طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، وكان في مصطلح الحبيب تكلم عنه يمكن من سنوات طويلة اللي هو كوثرة الخير. فاذا احنا بنخلق الترند المعاكس اللي في الجهة الاخرى، كيف ممكن نبدأ نفكر فيها كاستراتيجية، كحاجة حاضرة في وجداننا كمؤثرين في السوشيال ميديا، كوثرة الخير؟ شكرا لكم. أنا بس سؤال سريع، بحكم تخصصي الديني
كان نبين وحضرتك بدأتوا تلمسوا كده مع ايه هي مواصفات القائم على الخطاب الديني او الخطاب الديني، الحد الادنى من المواصفات المفروض يحافظ عليها عشان يقدر يوصل للشباب. افتكر ده احنا محتاجين نتكلم فيه تاني، يعني هو عايز حلقه لوحده ده. هنعمل سلسله من الجلسات من واقع القضايا، لانه هو بدا يتكلم عن حاجات كتير حوالين الموضوع، احنا محتاجين ندخل في لب الموضوع نفسه. لو قلنا هل في اصلا شباب عندهم تصور واضح لموديل او نموذج للعالم الدين ازاي يقدر يؤدي رسالته او الرساله عايز يوصلها او خطابه، الخطاب نفسه اصلا ليه مواصفات او حد ادنى من المواصفات لازم تكون متوفره عشان يوصل للشباب. فانا كنت المفروض اسال ده في نص اللقاء عشان الاقي اجابات، بس حضرتك قلت شويه حاجات وكمان فين قالت كام حاجه، فمحتاجين نكمل في الخط ده اظن. انا بس كنت عايزه اعقب على نقطه هنا، وهي فكره القيود. احنا خالص 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 استحاله يكون اي حد مفكر وعايز تنميه حقيقيه للناس ان هو يبقى عايز يفرض عليهم قيود، ولكن لازم دايما يبقى عندنا، عارفه زي ما نجيب حد وما نعلموش اي حاجه ونسيبه في الحياه لوحده، لازم يبقى فيه بنقدم فكر، بنقدم حاجه محترمه، بنقدم هو يقبلها يرفضها هو حر، بس الفكره في الاساس ان انت بتقدمي له حاجه، والا ما كانش يبقى فيه الاب والام في بدايه الطفل اول ما يبقى موجود. فهي الفكره ان احنا بنقدم حاجه، بنحاول نزرع اسس وقيم ومعايير ومبادئ وكل ده، هو يقبلها يرفضها، يحب يتمرد عليها، يحب يطور عليها، يحب يفتح افاق الناس حواليه، هو حر. بس هي الفكره ان احنا قدمنا حاجه في الاول، عرفناه يعني ايه هويه، يعني انت بتنتمي للمكان، والا ما يبقاش فيه فكره الانتماءات اللي يبقى كل الناس شبه بعض في كل الدول في كل الاماكن، استحاله. احنا كل حد ليه مكان بطابع بهويه بثقافه باسس بمعايير بكل ده، فلازم يبقى فيه اطار، هو حر يخرج عن الاطار براحته يقبله او يرفضه، بس في النهايه لازم نبقى بنزرع حاجه جوه الناس. حاجة تانية كان نفسي اقول عليها، وهي فكرة ان احنا اللقاء ده قد ايه اكيد مثمر بحاجات كتير وقد ايه فاتكلمنا ببوينت كتيرة جدا، مهم جدا ان احنا نطلع بتوصيات باسس ومعايير احنا وصلنا لها، توصية للمجتمع بقى. احنا شوفنا ان احنا لما قعدنا طلعنا بواحد واثنين وثلاثة واربعة، سواء احنا هنقدر ننفذهم سواء حد تاني هيقدر ينفذهم، بس لازم يبقى عندنا كل مرة بنطلع بتوصية للرأي العام، للناس القائمة على هذا الموضوع، للناس المهتمة انها تعمل تنمية حقيقية للبشر، ان هم ياخدوا المعايير دي ويحطوها في دماغهم، نبتدي نقول يا جماعة المشكلة دي ممكن ربما تتحل بهذا الطريق بهذا الشكل او بهذه الطريقة. محتاجة بقى اقول لحضراتكم، يمكن انا بجد هقول تاني قد ايه انا مبسوطة جدا ان انا معاكم، يمكن حضرتك من اكتر الناس اللي بتلمس قلبي، يمكن الفيديو بتاع بكاء حضرتك في احد المحاضرات سمعته ملايين المرات، وحضرتك كنت بالنسبه لي نموذج للشاب المثقف المميز اللي قادر يتكلم طول الوقت وقادر يبقى عنده كاريزما حقيقيه توصل للناس. بس انت كانت شكل جميل قوي للبنت المصريه، اللي هو احنا عندنا بنات جميله وحلوه وشاطره، مش بايمج معينه طول الوقت عايزين يصدروها لنا، بنت مننا حقيقيه وواقعيه وبتقدم حاجه حقيقيه. فحقيقي انا بجد مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى يعني مزيد من حاجات كتير. اتمنى ان احنا يمكن مجموعه من الشباب الموجودين النهارده قادرين ان هم يشوفوا حضراتكم، قادرين ان هم يقعدوا في لقاءات وحاجات زي دي كتير، بس في شباب تانية محتاجه قوي قوي قد ايه كلمه من حضراتكم في وقت معين تلمسهم عن قرب، هتعمل فيهم ايه، هتغير حياتهم بشكل مختلف تماما. فمحتاجين ان احنا نوصل للناس دي، محتاجين ان احنا نقول لهم. يمكن انا اتبسطت منك قوي يا نيفين لما قلت ان في 50 مليون تاني مش قادرين يوصلوا، الناس دي مطحونة في حياتهم تحت، مطحونة في اماكن تانية بعيد. لو تخيلوا بقى لما حد من حضراتكم يقعد معاهم ويديهم لمسة امل، بس ان الدنيا جميلة، نظرة امل من حضراتكم تديها لنا دايما، ابتسامة من بسنت، روحانيات من حضرتك، قد ايه الموضوع هيبقى جميل جدا وهيفرق معاهم. مش محتاجين ان احنا نوصل لناس تانية كتيرة جدا جدا مش قادرين ان هم يوصلوا. انا معاك ان كتير جدا، خلاص هختم خلاص، ان كتير جدا من الشباب بقى عندهم لازم نوصل لهم، بس دايما دول مهمين عشان هم بيتكلموا بيقولوا بيعبروا وبيعن رأيهم، ناس تانية كتيرة محتاجة ان احنا بس نسمع لهم على الأقل. شكرا دكتور يوسف على الدعوة الكريمة جدا. وائل في 30 ثانية بس أرجو، مش زي بتوع نيفين ولا زي بتوع إيمان. بص أنا هتكلم في 3 نقاط كده 90 ثانية معلش يعني اسمح لي. بص هو الشباب بيتكلموا عن الانفتاح،
تمام. الانفتاح بالمعنى العام اللي اتكلموا فيه طبعا على الميديا خصوصا غير مقبول. ليه؟ اولا ربنا سبحانه وتعالى كل الاديان السماويه اللي نزلت بقوانين. ربنا لما خلقنا بقوانين. احنا لما اتربينا على دي صح ودي غلط، يا بابا ما تعملش كده. فقصه انه نسيبها كده مفتوحه دي غلط طبعا. ونلاحظ النقطه الثانيه انه في الفتره الاخيره مكافحه الجرائم الالكترونيه دلوقتي، لو في فيديو تشير ان انت بتعذب الطفل بتاعك تمام، تلاقي في النيابه استدعتك بعد فتره بتحقق معاكي انت عملتي ليه. اللي اصبح الميديا كمان مؤثره في قانون الدوله دلوقتي على شرعات قانون بتقول ان انت عملتي كده ليه. الفيديو طالما انتشر بييجوا يقولوا لك انت مين، انت عملتي كده في الطفل ده ليه، عذبتيه ليه، اسأتي ليه، قتلتي ليه. فدلوقتي في قانون بيجرم الكلام ده. النقطه الثالثه الوعي الجمعي والصوت المسموع. عايزين في نجوم المجتمع، المفروض لما يبقى في ظاهره سلبيه طلعت المفروض في نجوم مجتمع يطلعوا يردوا. دي هتبقى عنصر فاعل ومهم جدا في الوقت الحالي. الاشاعه بتنتشر وما بنعرفش ده مصدرها ايه وحقيقتها ايه وهل دي صح ولا غلط، والاقوال بتتواتر، كل واحد بيحط التاتش بتاعه بما ان احنا مصريين. فطبعا احنا عايزين نجوم المجتمع، نجوم الدين، نجوم المجتمع طبعا شامل ديني ثقافي سياسي فكري ايا يكن، يطلع يرد على اي ظاهره او اي اشاعه تطلع سلبيه. بس شكرا. انا هاخد لو دكتور ايمن تعقيب 30 ثانيه وبعد كده بسنت وبعد كده الشيخ مصطفى والتعقيب النهائي للشيخ الحبيب جفري. يعني انا يعني عايز اشكركم في الحقيقه، يعني بس يعني اشكركم جدا على الوضوح والصراحه وتعبيركم عن نفسكم بشكل يعني اعتقد ملموس جدا بالنسبه لنا، وده الهدف اللي احنا في الحقيقه يعني عملنا بالمنتدى وان شاء الله نستمر فيه. النقطه الثانيه، انتوا بتعكسوا شريحه من المجتمع المصري زي ما نبين قالت، في شريحة تانية احنا ما نعرفهاش محتاجين نوصل لها. وبالتالي الاختلاف اللي بينكم في الحقيقة هو اختلاف طبيعي جدا، كل واحد بيكلم من واقع تجربته، من منظور خبرته، منظور تعليمه، بعده الاجتماعي، كل حاجة. فبالتالي المخاوف مشروعة، لكن الرقابة كمان ما عادتش سهلة، والرقابة ممكن تجيب نتيجة عكسية لو ما تولدتش رقابة ذاتية من المجتمع نفسه تقدر ترشد الخطاب وترشد الأداء وتوجه السلوك، يبقى احنا في الحقيقة. لكن هي كاشفة، يعني زي ما بقول دي مسائل كاشفة جدا. انا معجب جدا بالنسبة اللي انت قلته في الحقيقة، لانه فكرة مجرد ان احنا نتابع ونحلل ونرصد ده هيساعدنا كتير جدا ان احنا نقدر نتعامل معاها، مش برضو بمنطق الوصاية لكن بمنطق انه نسمع وجوه تانية. يعني في الاول كان في مثل بسيط جدا هضربه في الفن المصري، طول عمر الاغاني اللي هي كانوا بيسموها اغاني هابطة اللي هي طبعا دلوقتي ما عادتش هابطة كانت موجودة، بس كمان كان في ام كلثوم، كان في عبد الحليم، كان في كريم محمود. فالتنوع مهم، لانه التنوع هو في حد ذاته هو اللي بيرشد، هو اللي بينطر الضعيف وبيبعد الهش والسيء بيتراجع وياخد مساحته، لانه احنا مجتمع في النهايه مجتمع كبير في مصر. نقطة اخيره طبعا، يعني انا مبسوط او انتوا بتتكلموا عن الحريه والقيم دي كلها، هي في الحقيقة الشركات العالمية دي دلوقتي بقت أقوى من الدول. يعني لما تويتر تمنع، يعني فيسبوك أو تويتر يتبع يمنع الترامب وده أقوى رئيس دولة في العالم، فإحنا بنقول القوة راحة فين، الثقافة اللي بتطرح فين. دي حاجات في الحقيقة يعني أنا مش عايز أتكلم فيها كتير، لكن هي مهمة قوي إنها تبقى موجودة معانا وإحنا بنتكلم على الأداة دي عشان نوصل زي ما حضراتكم قلتوا، هو سلاح هنستخدمه في التواصل وفي التعريف وفي التعلم
وفي الارتقاء بالمجتمع، ولا نستخدمه يعني استخدامات اخرى؟ انا اسف ان اطلع. دكتور ايمن ده استاذي فالوحيد اللي مضاش اعطاه خالص. بس انت اتفضلي. يعني وانا الحقيقه رغم ان انا بيتقال عليا ان انا مؤثره وان انا public figure وعندي ملايين الناس بيتابعوني، انا عن نفسي تايهه وسط كل الكلام ده. بقعد اقول ايه كل الناس دي وايه كل الملايين اللي الناس دي بتتابعها ايه ده، وحاسه ان انا تايهه ومتلخبطه. وفي الاخر هو كل اللي انا اللي وصلت له ان انا اللي متحكمه، ما سيبش حد يتحكم فيا، انا اللي اعمل ميوت للكلمه للحد اللي هو حاساه مش منطقيه واسمع للكلمه اللي هي المنطقيه، حتى لو كانت من شخص واحد. يعني ممكن شخص واحد يقول كلمه صح وممكن يقول في مره تانية كلمه غلط، فبالتالي ما بتعاملش مع اي حد بيطلع سواء كان على ايا كانت وسيله الميديا على انه حد مؤثر في المطلق يعني. فانا اللي بعمل فلتره وخلاص بس كده. شكرا يا بسام. يعني الشيخ مصطفى الكلمه الختاميه قبل الشيخ الحبيب. لا انا كان رزقي النهارده كان واسع جدا مع كل حد اتكلم، ورزقي كان واسع عند هشام. والله والله العظيم انا رزقي كان واسع عندك النهارده والله، كتر خيرك والله. وكل واحد منكم، لان انا بحس لما بقعد مع ناس صادقين يعني جوه زي بره بحس اني كنت بصلي، يعني بطلع من القعده كده عندي شويه روحانيات كاني كنت في عباده. فالنهارده انا قعدت مع ناس انا لمست صدق كبير جدا، وحسيت بطاقه طالعه كده من روح كل واحد. فالحمد لله رب العالمين. حسيت بمسؤوليه بعد كل الكلام اللي اتقال، كل كلمه لازم ابقى مجهزها كويس قبل ما اقولها. يمكن خميس يعني شجعنا ان احنا نتحمل مسؤوليه الكلمه اكتر. كل واحد فيكم قال حاجه حسيتني اخرج من هنا محتاج اراجع نفسي. ف اكلمك من انا هراجع نفسي واكلمك هعمل كده. فشكرا شكرا على كم الصدق والنفع اللي كان في الامسيه الجميله دي. ربنا يتقبل من الجميع. طب انا مش استاذك فحدد لي الوقت. يعني 7 دقايق. اوه ما ادري يعني فيكم لسه تسمعوا ولا خلاص ارهقنا. الحمد لله. يمكن ربما احتاج الى شيء من توسعة صدوركم لي في جزئية تنظيرية، معلش دمها ثقيل زي ما يقولون. وسائل التواصل الشبكي التي نتعامل معها اليوم هي واقع متعلق بوسائل التواصل، مس واقع متعلق بنا نحن فيما اظن. من وراء واقع صناعة وسائل التواصل الشبكي فلسفة هي ليست وليدة صدفة، أو طبعا ليست نظرية المؤامرة، لكن هي فلسفة تفرز تلقائيا منهجية. هذه الفلسفة عرفت على مدى 200 سنة الماضية فلسفة ما بعد الحداثة. في آخر مراحلها في اعتقادي، وأنا أكرر هذا في أكثر جلساتنا هنا في طابة، فقير إلى الله يعتقد أن مرحلة ما بعد الحداثة تنهار الآن، أي أنها لعدميتها تأكل نفسها بنفسها. ولهذا العالم مقبل على نقلة كبرى في منهجية حياة العالم ككل. طبعا لكل خصوصياته في الأعمار والأماكن، لكن العالم الذي نعيشه كما حصلت نقلة فرضت علينا، جاءت من أوروبا من عصر النهضة ثم التنوير والحداثة ثم ما بعد الحداثة. الحداثة الفرق بينها وبين ما قبلها أن الذي قبلها انزاح بوجودها. جاءت الحداثة أزاحت النهضة، ما قضت عليها بس هي التي أصبحت. جاء ما بعد الحداثة أزاح الحداثة. ما بعد الحداثة لما يصنع شيء إلى الآن ليزيحها، وإنما هي تنهار بذاتها بسقوطها مع كثير مما جلبته هي من عصر الحداثة ومن عصر النهضة. مفهوم المواطنة الآن ككل يعاد النظر في مفهوم الدولة. اليوم يتكلمون عن ما بعد الدولة، عشان كذا لما تقولوا أن تويتر يقدر يقول لترامب لا أنا أقفل، عشان كذا العملة اسمها إيش هذه الإلكترون
بيتكوين، هي فكرة أن تنتزع، ينتزع وجود الدولة الآن. هذا النتاج الهدمي الكلي الذي نعيشه اليوم أفرض شيء تفاعلنا إحنا معه. من ضمن ميزاته أن الناس تستطيع تتواصل، أن الإنسان الذي حرم من أن يعبر صار يستطيع أن يعبر، أنه ما أدري هذه ميزة أو لا، لكنه أشعر الجيل أن لديه فرصة حرية. أنا أظن أن هذا نسبيا ممكن يكون صحيح، لكن هو مش حقيقي. فكرة الحرية هذه وهم بيع لنا، يعني سوق لنا فصدقنا. نحن ملك للشركات، هذا هي نحن البضاعة التي يتاجرون بها في الإعلانات، في التعامل، في السياسات، في غيرها. وإذا كانت تتكلم لنا عن الحرية وهي التي تقرر متى تحدد الحرية، زي مثلا حي الشيخ جراح الذي ضربت مثاله، مثل ترامب الذي ضرب الدكتور المثال به، وعندما يسألون طيب الحرية يقول لك ها لا أصل السياسات الخصوصية، ويقول لك لا أصل الحرية خطوطها تنتهي عند الحظ على الكراهية. طيب إيش معيار حظ على الكراهية؟ طيب في ناس عنصريين ضد الكذا، لا 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 أصل كذا. ها إمتى يبقى تقدير سلم عام؟ إمتى يكون تقدير سلم عام؟ بالعكس، هو صدر لنا على العكس، أنه لما نتكلم عن تقدير سلم عام الدولة تريد تفرض علينا قيود. طيب أنتوا هناك هو نفس العبارة قلتوها بس بشكل شيك كما يقول، بطريقة أكثر لباقة. طيب أنتوا لماذا أوقفتم ذاك الرجل الذي كان له موقع عندكم في رئيس أمريكا؟ في ناس فرحت أنهم تحدوا الرئيس، لأن عندهم عقلية الشعور بالحاجة إلى الثورة، إلى التمرد. لكن لما نأتي برؤية فلسفية حقيقية، لا، هنا تناقض شديد حاصل. فهناك واقع لهذه الوسيلة فيه الكثير من المنافع، بدليل نحن الآن نتواصل من خلالها يعني. وأنا كنت أقول لبعض أخواننا من المشايخ وأقول لهم يعني أنتم تهاجمون وسائل التواصل، وأنتم من أكثر الناس وجودا فيها، زي أيام الدوشة والما طلع هذه الفضائيات، يعني حرام حرام، وبعدين هم أكثر الناس. فلا، نحن ما فيش فكرة أنه ذا كله شر مطلق أو خير مطلق، هي الفكرة فقط هل أنا أفهمها؟ طب أنا اللي أتعامل معها ما هي نسبة فهمي لطبيعة هذه الوسيلة، من ناحية أثرها الفلسفي علي، أثرها النفسي علي، من ناحية ميكانيكية عملها في نفس الإنسان، مش تقني، مش متى أستطيع أن أوصل للناس وكيف طريقة، إيش الاختلاف اللي بين جوجل وغيره، إيش الاختلاف اللي بين يوتيوب، لا لا، هذه ممكن تتعلم وتدرس، لكن مسها لإنسانية الإنسان، أنا كآدمي ماذا تحدثه فيه؟ طيب ما هي الطريقة التي أستطيع أن أخذ قدر المستطاع من جانب الجيد فيها وأتجنب الجانب غير الجيد؟ عندنا منظومة مفاهيم وقيم، يعني اللي كانت تكلم عنها بنتنا الله يبارك فيها، لا حقيقة إحنا بحاجة أن نسأل أنفسنا كل واحد منا ولو على المستوى الفردي، ما هي المنظومة القيمية؟ مثل النقاط الأربعة اللي ذكرتها بنتنا نيفين في بداية الجلسة، ما هي المنظومة الأساسية؟ مثلا عندما سأتعامل مع وسائل التواصل، هل عندي فكرة التثبت؟ أنت قلت لي الإشاعة اللي ظهرت أنه فلان شيعي، وهي الإشاعة اللي جاءت كذا. طب عدة مرات قلت لا، أنا طبعا ما كفر الشيعة أخواننا، إذا نحب المسلم والمسيحي والبوذي والملحد، وحب الناس كلها لأن فيهم سر النفخة الإلهية، بس لا يا جماعة أنا سني، والله العظيم سني. طب شافعي، لا لا هو يعمل كذا. تأتي هنا، خلينا بعض الشباب عندنا يتبعوا الموضوع، وجدنا إيش؟ أنه لا، هي ليست عفوية، في لجان تشتغل لإيجاد تصور معين لوسم معين، مثل النسويات اللي ذكرتيها في بداية الكلمة. أنا قلت لما يسألوني النسويات قلت أول داعية لحقوق المرأة سيدتنا عائشة. بس وإيش الفرق؟ إن إحنا نتمنى من نسوياتنا اليوم يأخذ الملمح اللي أخذته سيدتنا عائشة لما سمعتهم يقولوا يقطع الصلاة مرور الكلب والحمار والمرأة، فقالت سويتمونا بالكلاب والحمر، فاعترضت على طريقة التعبير، ولم تكتفي بالاعتراض بل جاءت بالشريعة بالدليل بالحجة. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي من الليل وأنا مستلقية بين يديه لا يقطع وجودي عليه صلاته. فنحن محتاجين التي تتكلم عن حقوق المرأة من منطلقها هي، من منطلق ثقافتها، من منطلق وعيها هي. أظن 7 دقائق قد انتهت، فأنا أكتفي بهذا القدر من الكلام. فقط أريد أن أشكركم جميعا على حضوركم، وأرجوكم أن تأتوا مرارا كلما سنحت لكم الفرصة. المنتدى هذا مفتوح لكم ولبقية الشباب من ورائكم. كنا نقول نحن سيدي مصطفى وسيدي يوسف وسيدي
أيمن قبل ما يبتدأ المنتدى كنا نتذاكر، نحن بحاجة إلى أن نسمع كثير، بحاجة أن نعرف بعض عن قرب. أنا اعتقادي أن كل شاب من شبابنا جوهرة، والله هذا الكلام ما هو من باب ليس من باب مجرد الملاطفة أو جبر الخاطر، لأن أعتقد أن كل مخلوق جوهرة متصلة بسر الإله الذي خلقها، لكن أيضا كل شاب من الشباب هذا جوهرة. مشكلة شبابنا الكبيرة الحقيقية أنه ما عومل كجوهرة، وإحنا كلنا متورطين في هذه الجريمة، وعندما أقول كلنا أعني الكلمة بدقة. نحن تورطنا بارتكاب جريمة أننا لم نعامل شبابنا كجوهرة. فلهذا إن صح أن نعتذر عن نفسي وعن غيري، أنا أعتذر للشباب أننا لم نتعامل مع الشباب كجوهرة. هذه الجوهرة هي مستقبلنا الحقيقي، وهي واقعنا اليوم، وهي مسؤوليتنا. بس إحنا نريد نفهم الشباب إيش، ما الذي لديهم، ما هي أمالهم، ما هي آلامهم، أيضا نفهم إيش نقدر نقدم. لو في شيء نقدر نقدمه فنحن حاضرين موجودين. فجزاكم الله خير على الاجتماع، نسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق. أنا أخذ آخر دقيقة واحدة يعني. ثلاث دقائق. لا أنا كلمتش في لا أنا ما كلمتش في الموضوع، مش هتكلم فيه يعني، لكن عشان واحد هو اللي بيدير جلسة، كان عايز أتكلم على الخطوات الجاية بتاعتنا. يعني احنا نفسنا احنا نبعت لكم زي جوجل فورم تقولوا لنا ايه الموضوعات اللي انتوا حابين تناقشوها، ومش لازم تبقى موضوعات معقده، موضوعات كل الموضوعات. احنا هنا وهنشكل زي فوكس جروب عشان نوصل لتوصيات عمليه في عدد من القضايا، لانه اللقاءات العامه بيطلع منها افكار كتير جدا، بيطلع منها برين ستورم كتير جدا، فده هنبدا نعمله. الحاجه كمان الثالثه يعني في المناقشات اللي حبيب جعفر اشار ليها مع الشيخ مصطفى ودكتور ايمن، ان احنا بنعد كده يبقى عندنا زي برنامج متكامل في مجال الشباب بترعاه مؤسسه طابة. فقولوا لنا ايه عناصر البرنامج ده، مش بس ندوات ولا منتدى، يعني افكار تانية، مشروعات، نقدر حاجات نقدر نعملها ونقدر نتناقش عليها، وكلنا مسؤولين ان احنا ننفذ ده مع بعض. وانت اشرتي الحاجات بتعمليها على كلاب هاوس، فنقدر نعمل حاجات مماثله، ففي حاجات كتير نقدر نشتغل فيها. ومحمد بعمل منتدى اسمه شباب الزاويه، فده منتدى بس لشباب الزاويه والشرابيه، فممكن ناخد المجموعه كلها تعمل المنتدى هناك. فبالتالي في ألف ألف فكره نبدا نشتغل عليها. فعايز يبقى عندنا افكار خصبه نبدا يعني ننفذها، والمؤسسه طبعا هي بيتكم واحنا كلنا قاعدين مع بعض. وانا بشكركم شكرا جزيلا لكم، وباذن الله على صله مستمره. شكرا. واتمنى اخر حاجه يعني بعد ما نقوم كل واحد يقف مع حد ما يعرفوش لمده دقيقه يتعرف عليه. شكرا.